أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجنا من الحياة. برنامجنا بيتذاع كل يوم خميس مباشر وفي نفس الميعاد ده. الحلقات اللي جاية هيكون معانا متخصصين في المشورة والحياة الأسرية، وهيكون معانا كمان دكاترة نفسيين. لو عندك مشكلة في حياتك الزوجية، لو عندك مشكلة في الأسرة، لو عندك مشكلة نفسية، أرجوك ابعت على الإيميل from live@alkarma.tv.com. هقوله تاني وهو قدامكم على الشاشة، from live@alkarma.tv.com. أعزائي المشاهدين، موضوع حلقتنا النهاردة: ليه لازم أصلي؟ من وإحنا صغيرين وفي مدارس الأحد بيوصونا أن إحنا لازم نصلي، وفي البيت أهالينا لازم تصلي قبل الأكل، لازم تصلي قبل النوم، لازم تصلي عشان ربنا يحافظ عليك، وحاجات كتير. ولو نسينا نصلي بنحس بذنب فظيع، ونحس ان احنا فاتنا وقت، او لو وقت النوم عدى من غير ما صلي خلاص الفرصه راحت. وبعد كده لما كبرنا بقت صلاتنا مجرد ان احنا بنرضي ضميرنا وبنضحك على ربنا بكلمتين عشان يحافظ علينا ويسترها معانا. اللي هيجاوبنا على ليه لازم اصلي واهميه الصلاه في حياتنا القسيس هشام كامل، راعي الكنيسه الانجيليه بتمبل سيتي ومدير المركز العربي بجنوب كاليفورنيا. اهلا بحضرتك يا كيس، شرفتنا النهارده في البرنامج وفي قناه كارما. اهلا بيك. شكرا، كتر خير. اول حاجه عايز اعرف ايه مفهوم الصلاه وليه لازم اصلي؟ هو حلو قوي، انا عجبتني اول بدايه اللي انت ابتديتيها، لانه يمكن اغلب المشاهدين ما عرفوش ان انا ابتديت خدمتي راعي مدارس احد في مصر. انا قعدت 7 سنين، يعني أجيال كثيرة من الأطفال اللي وقتها كانوا أطفال، دلوقتي كلهم قادة كبار. وكان جزء دايما بيلفت نظري الجملة اللي حضرتك قلتيها، إن إحنا لما بنربي أولادنا بنقول لهم لازم تصلي لحسن بابا يسوع يزعل منك، وطلع جيل بيصلي لألا ربنا يزعل يغضب عليه. وبتفاجئ ان ساعات كثيره الاطفال تقول لك انا نفسي اشوف مين يسوع اللي زعلان على طول. لو ما شربتش لبن يسوع هيزعل منك، لو ما صليتش يسوع هيزعل منك، لو ما جاوبتش كويس في الامتحان. واحنا دون ان نشعر بنزرع فكره غلط في دماغ الاطفال. فعشان كده السؤال بتاع النهارده ليه لازم اصلي، برغم انه يبان بسيط جدا، ولو سالت اي واحد في الشارع من اي طائفه او من اي مجال هيقولك الصلاه دي حاجه مهمه قوي، انت ازاي بتسال السؤال ده؟ لكن في الواقع انها من كثره ما السؤال ده سهل جدا، احنا مش بنصلي او مش بنصلي احنا مش بنصلي الحقيقة قلتيه ده يعني فعلا هو الواقع. اللي عند ناس كثيره الصلاه اتحولت الى كلمتين بقولهم يا صبح يا ليل لالا ربنا يزعل مني، يزعل، أو لأني محتاج حاجة، يعني بمر بضيقة، بمر بظرف صعب، عندي احتياج معين، فبصلي بقول الكلمتين اللي عندي. الصلاة أكبر من كده كتير، يعني الصلاة أعمق من كده، من مجرد الكلمات. الصلاة لو حبينا نحطها ببساطة هي علاقة حميمة شخصية بين الإنسان وبين الله. ولما بقول علاقة أنا بقصد إنها زي حديث بيسموه ديالوج، يعني اتنين بيتكلموا مع بعض. مفهوم الصلاة اللي هي أنا بصلي وربنا بيسمع، it's one way، يعني طريق واحد، مش هي دي. وإلا لما تدرسي حضرتك حياة الرب يسوع على الأرض يقول لك كان يعتزل ويصلي. فكرة إنه يعتزل ويصلي إنه ياخد وقت خاص بعيد عن أي حاجة في الدنيا، الآب والابن بيتكلموا مع بعض عشان يسمع صوت الله، فبيتكلم والله بيرد. ويمكن أي هوب إن يعني أتمنى إن احنا في جزء من الحلقة دي نتكلم إنك إزاي تسمع صوت ربنا. لأن احنا برضو اعتدنا إن الصلوات بتاعتنا احنا نصلي وأول ما بقول أمين
بقوم واجري من غير ما ادي ربنا فرصه حتى انه يرد على اللي انا قلته. يعني انت مثلا يعني داخله عارفه لما حبقوق يقول على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب لانظر واراقب بماذا اجيب عن شكواي. فكره انك تبقي واقفه بعد ما تصلي وتنتظري ان الله يرد عليك، ان الله بقى يقول لك اوكي طب انت سالتيني على ده وده وده وده، خليني اقول لك. احنا ما تعلمناش فن الجلوس قدام الله عشان اسمع ربنا يكلمني. ده صحيح. طيب في سؤال تاني، هل الصلاه امر الهي؟ يعني انا ربنا بيقول لي لازم تصلي، صلي امر. بصي هو يعني الكتاب بيقول صلوا كل حين، او قال ينبغي ان يصلى كل حين، واخد بالك؟ اتس ينبغي. بس فكره الصلاه مش امر على قد ما هي احتياج، على قد ما هي يعني عارفه لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض ومشتاقين لبعض، ويعني لما داود يقول له ايه استيقظت وانا بعد معك، ده يعني ايه؟ تحسي كان داود كان طول الليل بيتكلم مع ربنا وبيحكي مع ربنا لدرجه انه نعس وصحي لقى نفسه لسه مع ربنا. هي دي مفهوم الصلاه. مش مفهوم الصلاه مش الفرض انك صلاه الساعه الثالثه ولا صلاه الساعه التاسعه وهتقف وتقول حاجات معينه عشان بس. اللي بيعمل كده هي فكره ان انا بتقي شر ربنا. مش انت عايزني اصلي لك؟ اهو يا ابانا الذي في السماوات، بس خلص فرض بقى دي بقى ده الفرض. yeah. ده الامر. الصلاه مش كده. الصلاه يعني ارجعي الانجيل متى، لما الرب يسوع يقول ايه واما انت متى صليت. وانا دايما بتفرق معايا كلمه اما انت ليه. بصي يا امل، ربنا عايز يقول كل الناس بتصلي، عارفه لما طلعنا في مصر يقول لك كل الناس بتقول يا رب، بيقولوا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب. الناس كلها بتحب تصلي او بتصلي بطرق مختلفه، بس رب بيقول لك اما انت، انت بقى يلي اتولدت الولاده الجديده، انت يلي كنت عبد وبقيت ابن، انت يلي كنت اعمى والان تبصر، انت يلي كنت ميت وبقيت النهارده حي. اما انت، انت شخصيه مالكش دخل بالناس تانية بتعمل ايه. اما انت متى صليت؟ لو حضرتك فاكره الكلمات في متى؟ انا عندي كذا تساؤل في الجزء ده. طب خلينا نكملها. قال اما انت متى صليت؟ دلوقتي بيكلمك انت بالذات، بيكلمني انا بالذات، بيكلم المؤمن بالذات. اما انت، ما الناس كان في ايام اليهوديه كانت تيجي الساعه 12 الظهريه ينقوا ناصيه الشارع ويقف يصلي. ايه يا عم بتعمل ايه؟ معطلت المصالح ليه؟ صلاه الساعه 12 جت، واخد بالك؟ واحنا بنشوف ده بيتكرر دلوقتي بصور اخرى يعني. لكن المسيح بيقول الموضوع اتس علاقه. اما انت متى صليت؟ ادخل مخدعك، اغلق بابك، وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. طب حضرتك فاكره بقيت الايه بعد كده بتقول ايه؟ فابوك الذي في الخفاء، ابوك الذي إيه؟ في الخفاء يجازيك علانية. ابوك الذي يرى، الذي يرى في الخفاء. يا لا، دي جمله مهمه جدا. يا ليه الكلمه دي مهمه جدا؟ بصوا يعني الكتاب المقدس مش ممكن يكون غلط. فالكتاب المقدس بيقول ايه؟ فابوك الذي يرى في الخفاء. طب حضرتك داخل تعمل ايه؟ تصلي. بالمفهوم البشري يبقى ربنا لازم يعمل ايه؟ يسمعك. يسمع. لكن المسيح بيقول الموضوع غير كده خالص. لما تدخل لمخدعك وتغلق بابك وتفتح قلبك قدام ربنا حتى لو ما فتحتش بقك بكلمه. فابوك الذي يرى القلب. أبوك الذي يرى أشواق القلب، أبوك الذي يرى احتياجات القلب، أبوك الذي يرى جروح القلب، أبوك الذي يرى القلب من جوه، هيجازيك على نية، مش على اللي أنت قلته ببقك، على اللي أنت كشفته قدام ربنا. فهي دي الصلاة، أنك بتخشي قدام الله بتدركي حضور الله. يعني عارفة فكرة الـ presence of God، أنك تبقي في محضر الله، انك تبقي مدركه تماما برغم ان الاوضه ضلمه وما فيش حد حواليك، وانت تباني انك ايه ده بتكلمي مين، الدنيا فيش. المؤمن اللي بيستطيع ان يدرك حضور الله، فابوك الذي يرى في الخفاء، شوف في الخفاء، هو يقدر يجازيك على اللي جوه قلبك على نية. طيب كويس ان حضرتك جبت من نص متى 6 من 5 ل 8، انا هقرا الجزء ده وعندي كذا تساؤل فيه. بيقول ومتى صليت
فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. في جزء الكتابي ده أول حاجة عايزة أسألها، في شكل معين لازم أكون فيه وأنا بصلي؟ يعني لازم، هو بيقول أدخل إلى مخدعك واغلق بابك، يبقى أنا كل ما أحتاج أصلي أدخل لأوضتي وأقفلها وأقعد أصلي؟ حرفيا روحيا إزاي تدركي إن ده الكواليتي تايم، ده أروع وقت أنت وربنا بس مع بعض، فمش هتسمحي لأي حاجة في الدنيا تعطل الوقت ده. طيب يعني هي مفيدة لي أنا عشان أسمع صوت الله، ولا الله مش هيسمعني غير لو أنا عملت كده؟ لا لا ما لا لا، الله هيسمعك، لأنه الله زي ما قلت حضرتك الله بيرى القلب. فالله مش قاعد ماسك ورقة وقلم. هشام دخل الأوضة هياخد نمرة، قفل الباب نمرة، دلوقتي أنا هسمعه. لا لا، الموضوع مش كده خالص. الفكرة فكرة إيه؟ مدى اشتياقك إنك تختلي بالله. أبسط، مش ملهاش يعني، أنا مش لاقي كلام أبسط من كده. مدى اشتياقي أنا كهشام كإنسان كمؤمن إن أنا أختلي بالله، وعندي استعداد أضحي بمكالمات تليفون، وأضحي بماتش كورة على التلفزيون، وأضحي بأي حاجة في الدنيا في سبيل إن أنا قاعد في محضر الله. بس إحنا ده اللي إحنا مفتقدينه، فكرة إنك قاعدة في محضر الله. ففيش حاجة في الدنيا توازي ده. أنا لو قالوا لي الزعيم الفلاني على التليفون سوات، ده أنا في محضر الملك. بس ده ما يمنعش إن يكون في كلام بيني وبين ربنا طول اليوم في أي حتة. ممكن وأنت بتسيئة وأنت تعملي أي حاجة في الدنيا. ما هي نرجع تاني للبداية، الصلاة هي اتصال قلبي وفكري بينك وبين الله دائم. دائم. بس ده ما يمنعش ان انت في وقت معين، يعني زي ما بيكونوا اتنين متجوزين مع فارق التشبيه، انا بكلم مراتي وهي بتكلمني في التليفون، يعني في حديث داير بينا. لكن في وقت لما بنقعد مثلا نتعشى مع بعض، او في وقت بنقعد اتس التايم اللي احنا الاثنين فيه مع بعض. فطبعا مع فارق التشبيه بنتكلم على الله، الله موجود في كل مكان وانا بقدر اتكلم مع الله في كل وقت. لكن فكره ان انا مشتاق ان انا اقعد قدامه وان انا اشعر بوجوده، يعني اقول لحضرتك مثل تاني. اشعيا النبي، اشعيا دخل الهيكل كم مره؟ مئات المرات. اشعيا في اصحاح 6 لما يقول في سنه وفاه عزيا الملك، لما دخل الى الهيكل ورايت السيد الرب جالسا على كرسي عال وازياله تملا الهيكل. انا بعتقد ان اشعيا لو احنا بتعبير يعني شعبي نقول اشعيا قال واو، انا عمري ما شفت انا ايه اللي حصل. اشعيا ادرك لاول مره الحضور الالهي. فده اللي المسيح عايز يقولك، انا عايزك تختبريه، عايزك تدوق ايه انك تدخل مخدعك وتغلق بابك. يعني ايه؟ لو في ايميل جاي مش هترد عليه، لو في حد بيبعت لك تكست مسج مش هترد عليه، لو التليفون بيرن انت في محضر الملك، انت في محضر الله، وده وقت خاص جدا بينك وبين ربنا. امين. طيب في الجزء بقى تاني في الايه، لا تكرروا الكلام باطلا. طيب اقول ايه في صلاتي؟ كل يوم كل يوم كل يوم، وحتى لو قلت ابانا الذي، ما انا هيوصل لحد ان انا حافظها فبقولها من غير ما بركز حتى في كلامها. يعني ايه لا تكرروا الكلام باطلا؟ يعني داتي لو انت وصلتي للحب الإلهي أو العشق الإلهي أو العلاقة الحميمة بينك وبين الله، ما انتش محتاجة تقعدي تفكري ربنا. بصي نرجع مرة تانية يا جماعة، الصلاة هي أنك بتبسط قلبك قدام الله، فالله شايف.
ان انا بدخل مخدعي، بدخل الصلاه وبكشف قلبي بالكامل قدام ربنا. يعني ايه؟ يعني ببساطه ما بمثلش. يعني ما ينفعش ابقى انا من جوه حزين، وساعات انا بشوف بيبقى ناس مثلا حزينه بتمر بتجربه صعبه، واقول يا رب اشكرك اشكرك على الفرح، وتبقى انت تقول الفرح ايه، ما انا شايفك معيط، وربنا يقول لك يعني انا ما انا شايف اللي جواكي. عارفه الصدق في الصلاه هو اللي توصلي ان اللي يبقى جوه قلبك هو اللي على لسانك، لانك في النهايه عارفه ان الله شايفه. طب لما انا عارف ان الله شايفه، انا هقول له اللي في قلبي من غير ما اكرر. فكره تكرار الكلام، ان هم الامم كانوا بيعملوا ايه؟ بيكلم البعل، بيكلم صنم. فهو يعني انا كنت في اسيا من كام شهر، كنت بزور معبد بوذا كبير، معبد رهيب في اليابان. وتكتشفي حاجه غريبه جدا، وانت داخله المعبد في ترابيزه كبيره فيها فتحه لازم تحطي فلوس فيها، يعني لازم تحطي تتبرعي. وبعد ما بتتبرعي الخطوه بتعدي الترابيزه تلاقي طاره نحاس كبيره قوي نازله من السقف، والكاهن اللي هناك يديكي زي عصايه كبيره تضربي تعملي بانك كده كبيره قوي، وتلحقي تقولي صلاتك بسرعه، لان ده اللحظه اللي بوزة فيها بيفوق او بيصحى عشان يسمع. فانت بتعرضي تكرري الكلام، لان انت مدركه انه نايم، مدركه انه هو مش سامع، لكن انت بتتكلمي على خالق الاذن الا يسمع، اله معانا طول الوقت. يعني يو نو عايش ظروفك، عايش احوالك، ده انت بنته، ده انت اللي مات من اجلك، فكيف لا يهبك معه كل اللي انت عايزاه. بس الشيطان بيجي يقول لك ايه، معقوله ربنا يفتكرك بقى، معقوله ربنا فاكر احتياجاتك بقى، معقوله ربنا حاسس باللي انت بتكتزي فيه، لا انت محتاجه تصلي زياده، ده انت محتاجه تكرري. فانت بتخشي في دوامه التكرار اللي معناها ان انا مش واثق ان الله سمعني من اول مره. وساعات بنقعد نكرر في الطلبات، نكرر ربنا يقول لك انا سمعتك من اول مره، انا عارف انت عايز ايه. ده بقى اكتر من كده، يقول لي لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل، ايوه قبل ان تسالوه. ده الجزء ده بقى في سؤال، هو عارف كل حاجه وعارف عني كل حاجه، وعارف انا هعمل ايه وبكره بالنسبه لي شكله ايه وكل الحاجات دي واحتياجاتي، وعارف كل حاجه. طب اصلي ليه؟ اطلب منه ايه؟ يعني ليه اطلب اساسا وهو عارف كل حاجه وعارف ايه اللي هيحصل لي بكره؟ خلينا نرجع مره تانية، الصلاه هي علاقه، فانا مش بدخل الصلاه عشان اقول له انا محتاج ومحتاج ومحتاج، لان هو عارف انا محتاج ايه. انا بدخل لمحضر الله لاني مشتاق ان انا اقعد مع الله. بدخل الى محضر الله لان انا نفسي اقول له كل اللي انا ما بقدرش اقوله حتى لمراتي او حتى لاقرب الناس ليا. بدخل الى محضر الله لان هو الوحيد اللي مش هيضحك على مشاعري، مش هيضحك على هفواتي، مش هيضحك على وقوعي، مش هيسخر مني، مش هيسخر من مخاوفي. فانا لما بدخل اكشف كل قلبي قدامه، ام بدخل بحط نفسي بالكامل قدامه، فانا مشتاق اليه وانا محتاج اليه، مش انا عايز اطلب طلبات. بصي اللي حضرتك بتتكلميه انا بسميها، وسوري انا ارجو ان انا ما ازعلش حد، انا بسميها صلاه الشحاتين. يعني صلاة الشحاتين، عارفه لما يجي واحد يمشي وراك حسن لله، يا رب بارك مراتي وبارك عيالي ونجح الوالد وجوز البنت واعمل ايه، ده شحاته. لكن لما تخشي بمفهوم الاب وابنه، وربنا يبص لك كده يقول لك كل مالي فهو لك، ما ده بتاعك. بصي الايه الرهيبه اللي بتقول الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه ايضا. وحطي 50 خط تحت كلمة كل شيء. إبليس بيعمل إيه؟ بيخلينا ننسى الخلاص وننسى اللي الله عمله معانا، ونفكر في الشيء اللي ما عنديش. مش عارف أجيب التلاجة اللي نفسي فيها، مش عارف أجيب الوظيفة اللي نفسي فيها، مش عارف. ففجأة بيتحول كل اهتمامك للطلبة دي، لأنك حاسة إن أنت ناقصاكي. واخد بالك؟ الصلاة أكبر من كده، والصلاة أعمق من كده كتير. طيب لو هي ما فيهاش مصلحة زي ما حضرتك بتقول، أو إن أنا مش بطلب، أنا هستفيد إيه من القعدة طول الوقت أو قاعدة في محضر ربنا أو بصلي؟ إيه الاستفادة اللي هترجع لي أنا؟ أنت في محضر ربنا، يعني أولا شعور مش ممكن أنا يعني عارفة لو قعدت أوصفه لك، إنك تبقي يعني إيه في محضر الله.
يعني ايه تحسي بحضور الله، تحسي ان الاوضه فيها الاوضه اللي انت طول عمرك بتخشيها وبتنامي فيها، يعني المخدع بتاعك، وفجاه تدركي ان الله بجلاله، الله الغير محدود ده موجود اللي جواك انت. فجاه لما اللي قدر يختبر الاختبار اللي انا بتكلم عليه ده، ده انت حتى لو داخله بلسه طلبات قد كده فجاه ترميها تقول له ايه؟ انا مش عايزه حاجه، انا مش عايزه حاجه. وده واكبر دليل ان المسيح لما بعد ما علم الجزء الحقيقي ابتديتي بيه واتكلم عن الصلاه الربانيه، وانا ارجو ان احنا يجي عندنا وقت في الحلقه نتكلم عن الصلاه الربانيه، لانها انا بعتقد انها من اروع الصلوات المكتوبه في الكتاب المقدس. اول ثلاث طلبات في الصلاه الربانيه لا علاقه لها بالانسان. ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. طب ليه هو ما عندكش احتياجات؟ لا عندك احتياجات، بس لما تبقي في محضر الله وتقول ياه ده انا في محضر الله العظيم ده، ايه الطلبات اللي عايز؟ ايه ده انا مزعل نفسي على وظيفه، مزعل نفسي علشان مش عارف ادفع اللون، مزعل، هو ده اللي تعبني؟ يا رب ده انت اعظم من كده كتير. ففجاه تلاقي الله يقول لك بدل انت اكتشفت الحقيقه دي، هذه كلها كل اللي دعبك ده يزاد لك، هديهولك، بس انت افرحي بيا. عارفه لما الكتاب يقول لك تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. طب انا انت لما تكوني قاعده، عارفه يعني ايه to delight in the Lord؟ يعني تتلذذي بالرب، انك يعني to be، عارفه مفيش حاجه تملى عينك تاني، مفيش يعني انت قاعده مع ربنا، فربنا يقول لك بس بدل انت فرحانه بيا قوي للدرجه دي، كل اللي كان في قلبك ده انا هديهولك، بالرغم ان انت كنت داخله عايزه تسالي على ده وتطلبي على ده وبتصلي عشان شفاء وبتصلي عشان، بس فجاه لما عينيك تتفتح على الله وتشوفي الله في مجده وتشوفي الله في محضره، تكتشفي ان كل الطلبات اللي احنا كنا عايزينها دي حاجات بسيطه جدا. طب ليه انا بقولها لربنا؟ لانه انا كاب انا ببقى نفسي ابني يجي يقول لي، انا عارف ان هو محتاج قميص، محتاج بنطلون، محتاج حاجه، انا عارف، لكن الله نفسه يسمع صوتك، الله نفسه يجري حديثك معه، الله عايز يشوف العلاقه دي الى اي مدى انت بتثقي في الله. فهو منتظرك تيجي، مش لانه بيذلك، ومش لانه ها يقول هي ما طلبتش. طب انت، انا عايز اسال الجمهور يعني المشاهدين، ونفسي حد يتصل بينا في الوقت اللي هيقولوا عليه، كم مره الله رد على طلبات احنا ما طلبناهاش ببقنا؟ كم مره الطلبه دي كانت في قلبك انت بس، ويمكن ما شاركتيش بيها حد، ولا حتى جرؤتي انك تقوليها في الصلاه، وفجاه ربنا بيديها لك وتستعجبي، يا رب ده انا ما طلبتهاش، بس ربنا يقول لك انت ما طلبتهاش، بس انا عارف اللي بيحصل جواك. طيب يعني ربنا يعني انا متهيالي ان حضرتك قلته في وسط الكلام، بس عايزه اتاكد تاني، في حاجات بتبقى عند ربنا لينا بركات، طلبات، whatever، ايه بيستنى لما احنا نيجي نطلبها، ولا هو بيديها لنا حتى لو احنا ما طلبناهاش؟ حضرتك هجاوبني على السؤال ده وهنطلع فاصل بعد كده. بصي، الله هو اله كل بركه، يعني مكتب يقول ايه، مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا. فبركات الله ملهاش حدود، لكن في بركات خاصه الله بيبقى عايز يدهاني، ومنتظر ان يشوفني انا نفسي عندي الشوق ده للبركه ولا لا. يعني الله عايز يحس ان انا كمان كانسان كابن مشتاق للبركه اللي ربنا عايز يدهاني. فكانك لما تروحي يقول لك انا كنت قاعد منتظر اللحظه اللي انت هتيجي تطلب فيها البركه، او انك تيجي عايز فيها تتلامس معايا. فهي الفكره ببساطه علاقه، كل اللي يهم الله في الموضوع ده ان الله يحس ان انت بتحبيه زي ما هو حبك، وان انت مشتاقه له زي ما الله مشتاق لك، وان انت لما بتخشي في الصلاه ركعه، سجده، واقفه، نايمه، مش مهم وضعك ايه، المهم قلبك في اشتياق انك تتقابلي مع الله. هو متهيألي كمان من مجرد العلاقة دي أنا بكتسب بركة، بركة من كلمته، بركة منه هو صوته. طيب احنا هنكمل حديث تسالي بقية، أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. قناة الكرمة، هلو؟ في قناة الكارما بتوصلنا آلاف المكالمات كل شهر، ومع كل مكالمة تليفون ممكن تتغير حياة شخص أو عائلة. بدعمك لقناة الكارما تكون بركة لنا ولآخرين.
اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ربي جعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة، صلي بروحك واشبع روحي بصوتك يا ابن الله. ربي جعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة، صلي بروحك واشبع روحي بصوتك يا ابن الله. لما بكون جوا الروح بحس سماويات، قلبي يفيض بالتسبيح واشكر على البركات. لما بكون جوا الروح بحيا السماويات، قلبي يفيض بالتسبيح واشكر على البركات. بركات الدم اللي بندخل بيه الأقداس، والنعمة اللي تقوينا وإيمان الخلاص. بركات الدم اللي بندخل بيه الأقداس، والنعمة اللي تقوينا وإيمان الخلاص. علمني إزاي أقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع، أعبد شخصك رافع اسمك سجد لك بخشوع. علمني إزاي أقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع، أعبد شخصك رافع اسمك سجد لك بخشوع. خلي سجودي يكون لجلالك صمت وحب وشوق، وما تكلم ألقى جمالك يسمى القلب الفوق. خلي سجودي يكون لجلالك صمت وحب وشوق، وما تكلم ألقى جمالك يسمى القلب الفوق. والاسم الغالي علي يكون في لساني صلاة، والوقت مر علي يفوت كاللحظة معاه. الاسم الغالي علي يكون في لساني صلاة، والوقت مر علي يفوت كاللحظة معاه. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وهنكمل موضوعنا، بس بفكركم أن دلوقتي ممكن تتصلوا بينا وهتلاقوا الأرقام موجودة قدامكم على الشاشة. موضوعنا النهاردة ليه لازم أصلي، وكان آخر حاجة أو هرجع لنقطة حضرتك قلتها أن الله بيرى القلب لكن مش بيسمع، يعني مش فارق معاه كلمات لكن فارق معاه قلبي شكله إيه. أنا عايزة أفهم الجزء ده. يعني هي ببساطة انك وانت داخل، بصي لما انا اكون داخل عند حد مهم مثلا بحاول اختار الكلمات، وانت بتسمعي كتير لما تروحي كنايس مثلا، في تلاقي من الجمل المشهوره قوي في كنايسنا الانجليه بالذات الكنايس البروتستانت، حد يقف يصلي يقول لك ايها الاب السماوي نشكرك من اعماق 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 القلب. وانا نفسي اعرف ايه اعماق 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 القلب. احنا جمله تعودنا عليها كلنا، انا بقولها، يعني انا بضحك عليها وانا بقولها، لان احنا بنقول حاجه احنا مش اتعودناها، يعني حافظينها. الصلاه في الايمان المسيحي مش محفوظات، الصلاه هي عرض ما في قلبك قدام الله. خليني اديكي مثل. لما ابراهيم في العهد القديم طرد هاجر طلعت ومعها اسماعيل، وبعدين اسماعيل ابتدى كان هيموت لان ما كانش فيه ميه، فهي حطت اسماعيل في حته وراحت قالت لألا انظر موت الغلام، وبعدت في حته وابتدت تعيط وتلطم وتصرخ من اجل اسماعيل. جالها الملاك. الشيء الغريب لما ترجعوا للايه يقول ايه؟ قال لها الملاك لا تخافي يا هاجر، لان الرب قد استمع لصوت الغلام.
حاجة غريبة جدا. مين اللي كان بيعيط ويصوت ويصرخ؟ هاجر. لكن الطفل كان طفل، ما كانش. الله شاف قلب الغلام، الله شاف القلب من جوه. فاللي أنا عايز أقوله لكل واحد واحدة عايزين الله يستجيب لصلواتهم، إنك لما تدخل في محضر الله خلي لسانك يقول اللي في قلبك، يعني خلي قلبك هو اللي يتكلم، خلي قلبك هو، لأن الله شايف القلب، الله شايف كل ما في القلب من جروح من أشواق، الله شايف كل اللي في القلب. فالله عايزك لما تخش قدامه ما تمثلش، ما تقولش كلمات منمقة، ما تقولش كلمات أنا بعتبر أنها ما بتطلعش ما بتعديش السقف. قول لربنا اللي في قلبك، وكل ما هتبسط قلبك قدام الله كل ما يقول الكتاب هذا المسكين صرخ والرب استمعه. في الوقت اللي العالم ما بيسمعش صراخ المساكين، بل العالم بيحاول يسكت أصوات المساكين، الله بيميل أذنه لسماع صراخ المسكين اللي بيقول آه من قلبه، اللي بيعبر عن أشواق قلبه. فالمسيح لما قال ادخل مخدعك، اغلق بابك وصلي إلى أبوك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو هيجازيك على نية، هو هيفاجئك بأن كل اللي انت كشفته قدامه من قلبك قدامه الله هيحققه في حياتك. يعني القلب المرفوع من غير كلمات أفضل بكتير قوي من الكلمات اللي من غير قلب مرفوع. 100%. طيب في آية تانية، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، واسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يعني كل حاجة بنصلي ليها أو بنصلي من أجلها أو بنطلبها بنلاقيها، ولا في صلاة مستجابة وفي صلاة مش مستجابة؟ بصي، ما الله بيسمع كل الصلوات. أوكي. لكن الصلاة المستجابة هي الصلاة اللي أنا بطلب فيها مشيئة الله في اللي بيحصل، واللي كمان تكون مدعومة بإيمان إن الله قادر إنه يعمل. يعني أنا حين كتير بصلي وأنا مش مصدق، وأسوأ حاجة في الدنيا يعني أنا كأب لما يجي ابني مش مصدقني أو مش مصدق إن أنا أقدر خلاص، أو لما يجي حد كعضو عندي في الكنيسة يطلب حاجة ويقول بس أنا عارفك مش هتقدر، خلاص مش هقدر. أنت حر، يعني أنت اللي حطيت الرولز. لكن الله يريد إن اللي يجي يكونوا مؤمنين إنه موجود وإنه قادر. فالنهاردة الكي المفتاح، بص يا جماعة، ده احنا عندنا أعظم سر مش موجود في العالم كله، أعظم سر ممكن يقلب حياتك كلها، واسمحي لي أن أقول كلمة لكل الأسوس، أعظم سر ممكن يقلب كنيستك كلها ويخليك من تش عارف تبطل خدمة، الصلاة. لو عرفوا الناس وعرفوا المؤمنين قوة الركب اللي تسجد قدام الله، ممكن نغير العالم، ممكن نغير العالم كله، وكنيستك تتغير وبيتك يتغير وحياتك كلها تتغير لو قدرت تدرك قوة الصلاة. الله وعد، وهو بص الله أمين، مهما طلبتم من الآب باسمي، بس أنا عشان أطلب من الآب باسم المسيح أولا لازم أكون بصدق أن الآب يقدر، ولازم تكون لي علاقة حلوة بالمسيح اللي أنا بطلب باسمه. الحاجة الثالثة أنا لازم أكون بطلب مشيئته. نرجع تاني للصلاة الربانية، ليتقدس اسمك. طب أنا الطلبة اللي بطلبها دي هتقدس اسم الرب ولا بتقدس اسمنا؟ تقدس اسم الرب. لو بتقدس اسم الرب هيديها لي. لتكن مشيئتك، أنا عايز دي مشيئتي. ده المسيح نفسه في جوته قال له لتكن لا إرادتي بل إرادتك. لكن احنا يعني أنا دايما بضحك عندنا في الكنيسة، أقول لهم عارفين الكتاب يقول من عارف فكر الرب ومن صار له مشيرا؟ فطبعا الناس بتسكت، بقول لهم أنا مش عايز كتير الواحد يشير على ربنا. مش وانت بتصلي تقول له عارف يا رب، يعني لو انت تعمل كذا في مصر يعني لو انت والرب يقول لك ما انا عارف فكر الرب وبنصر له مشيرا. احنا حين كتير بندي لنفسنا الحق ان احنا نبقى مشيرين، يعني انا عايز ربنا يتدخل في حياتي بس باللي انا عايزه، يعني فاهمه؟ عايز ربنا يتدخل في كنيستي بس باللي انا عايزه. يا رب تاكل مشيئتك بس انا عايزه كذا وكذا وكذا. بس يعني ايه رايك خلي المشيئه تبقى كده؟ نو، انا لما بدخل محضر ربنا وبركع قدام ربنا حتى بكل الاحتياجات، باحتياجات المرضى، باحتياجات الناس اللي عايزه شغل، باحتياجات، انا بخاطب مجد الله. انا بخاطب الله بقول له رب انا عايز اشوف مجدك في المرض ده، يا رب ورينا مجدك في العمل ده، ورينا مجدك في ظروف الكنيسه الصعبه في مصر، يا رب انا بطلب مجدك، انا بطلب ان مجدك يظهر، بطلب ان ارادتك هي اللي تكون. فالله وعد، الله قال مهما طلبتم، ايوه مهما طلبنا، بس ان طلبنا حسب مشيئته. ما هو الفكره ان انت تكوني، يعني لما الكتاب يقول تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا،
احيانا كتير انا عايز ابقى غني اوكي، وربنا يقول لي اوكي بقى انا عايزك تبقى غني برضو، بس انا بحاول اشوفك انت امين في القليل ولا لا، بس انا شايفك مش امين في القليل، طب ازاي اقيمك على الكثير وانت مش امين في القليل؟ اوقات صلواتنا بتكون ضرر لناس تاني مش اوقات يعني. فهي الفكره انه ايه، انا عندي اله 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع بيسمعني، فدي في حد ذاتها يعني مش ممكن تلاقيها في حته تانية. مش ممكن تلاقيها في حته تانية حد مستعد يسمعك 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، كمان مش هيطلع سرك بره، يعني انت ممكن تقول سرك لاي حد حتى اقرب الناس اليك، ويجي في وقت تاني يستخدمه ضدك. الله الوحيد اللي مهما قلت له سر مش هيطلعه. الله مستعد انه يديك اكثر جدا مما تظن او تفتكر لو انت مسلم تماما لمشيئته، لو انت طالب مشيئه الرب، وكمان لو انت عندك ايمان. بص يعني لما يقول لي طلبه البار تقتدر كثيرا في فعلها، انك يعني مش بس انت كمان تكوني عايشه كلمه كبار معناها تكوني عايشه حياه القداسه، لكن كمان تكوني مصدقه ان اسم يسوع يقدر يعمل المعجزه دي او يقدر يخلص. احكي لك حاجه فاني بس من حاجه انا درستها في كليه في هنا في امريكا لما كنا بندرس عن نمو الكنيسه. فبيحكوا لنا مره عن واحد قسيس راح مستشفى وكان عنده عضو من الكنيسه بيموت، وكان معاه شيوخ والشمامسة وتلموا حوالين سرير المريض، ويا رب وفي اسم يسوع وانت قلت اذا مريض احد بينكم صلوا ويشفى مش عارف ايه. وبعد ما صلوا وهو طالع ميل على الشيخ بتاعه قال له ايه، يستحسن انت تتصل بالمدافن وبتاع لانه بكره غالبا هيموت. يعني لما تقري القصه دي تقول طب انت منين كنت بتصلي من دقيقه واحده من اجل شفاء وانت من جواك عارف انه هيموت؟ الفكره انك يا مصدق ان الله يقدر يبقى تطرد كل شك، يا انت شاكك فيبقى مفيش داعي ان انت فاهم. ده الفكره انه لازم اللي انت ربنا بيحطه لك في قلبك وانت في محضر الله هو ده اللي تكشفيه قدام ربنا، ومهما طلبنا حسب مشيئته هيسمع هيجاوب هيدينا اكثر جدا مما نظن، بس مش شرط اللي انا عايزه هو اللي يدهوني، لكن هو بيعرف الصالح اللي ممكن يدهوني. طيب اوقات كتير قوي من كتر الضغوط ومن كتر الشر اللي احنا عايشين فيه احنا بنهرب من العالم وبنهرب من الناس، بنعزلنا بصلاه وبنعزلنا وقاعدين نشكي ربنا. ده اللي ربنا عايزه وده صح يعني تصرف صح، ولا المفروض نعمل ايه؟ المؤمن هو اللي في كل ظروف حياته بيتصل بربنا، فرحان زعلان مرفوع محبط. انا لحد فات كنت بوعظ في الكنيسه عندنا عن نحاميه 13 اصحاح. نحاميه صلى فيها 5 مرات، صلى لما كان سمع اخبار مش كويسه، صلى لما دخل قدام الملك، صلى في كل المواقف، لكن اخر صلاه صلاها لما نجح، صلاها لما نجح لما السور تم. احنا احيان كتير لما حضرتك تقولي بننسى نصلي، خلاص احنا صلينا وقت ما كان في ضيقه من العالم وهربنا ولازم نركع ولازم نصلي، ووقت ما ربنا يفرجها شويه بنرجع طبيعي بقى حياتنا العاديه. عشان كده الصلاه هي انك انت مشتاقه لربنا، يعني مش اللي بيحركك الظروف على قد اللي ما بيحركك هو الشوق لمحضر الله، هو الشوق للتواجد في محضر الله والثقه ان الله قادر انه يغير. انا عارف انه مثلا اخواتنا بيمروا في الدول العربيه بظروف صعبه، وياما ناس كانت بتفكر تيجي تقول لك ما ننزل ونرفع يفط قدام الامم المتحده وقدام ده وقدام ده، ربنا يبارككم يعني ناس ده تفكيرها. انا كنت دايما بقول انا عندي سلاح اقوى من الامم المتحده واقوى من الكونجرس الامريكي واقوى من الناس دي كلها، صراحة ده بتاع الصلاه. صح، انه لما دانيال صلى واترمى في جب الاسود الرب طير النوم من عين الملك. احنا عايزين نطير النوم من عين الملك بانه حد من امريكا ولا حد من الامم المتحده يبعت للملك يقول له خد بالك والا الجيوش هتبقى عندك بكره. ده حل بشري وممكن ينفع وممكن ما ينفعش. الحل الالهي انه لما دانيال صلى الله طير النوم من عين الملك، وده المفتاح السحري اللي عند الكنيسه اللي احنا مش قادرين نمارسه، ان الكنيسه تمتلك مفتاح قوي غير عادي اسمه الصلاه، اللي فيه الله بينزل الاعزاء من على الكراسي
ويرفع المتضعين. الله بيغير ممالك، الله بيغير الدنيا كلها دلوقتي، لان في ناس بتصلي. مش يعني اللي انا عايز اوصله ان احنا نقدر اذا اتفق اتنين على الارض على طلبه الله يغير الدنيا كلها، بس نكون بنصلي حسب مشيئه الرب، ومش بصلي لان انا مش لاقي حاجه تانية اعملها او لاني جربت كل الحيل. يعني عارفه يعني انا ما عنديش مانع، انا بشكر ربنا من اجل الطب، وبالذات هنا في امريكا الطب رائع، بس انا بنصح كل مريض انك قبل ما تروح للدكتور صلي. كل واحد بيمر بدقيقه ماليه، قبل ما تروح للبنك وقبل ما تروح لحد يسلفك صلي وشوف الله ممكن يعمل ايه. انا ما بقولكش ما تروحش عشان ما حدش يقول القسيس قال لي ما تتعالجش، انا ما بقولش كده، بس اللي انا بقول ان احنا عندنا اله يستطيع ان يفعل المستحيل. الله يستطيع انه يغير يطلع الشمس من المغرب، الله يقدر يعمل اي حاجه لو لقى قلب مشتاق، لو لقى قلب مصدق. وكل ما يكون قلبك بسيط ومصدق، صدقيني يا امل، الله ممكن يعمل كل المعجزات في الدنيا. امين. طيب في صلاه دايما كنت بسمع، في صلاه بتخترق السماء وفي صلاه مش بتطلع فوق راسنا بشبرين، ده يتوقف على ايه؟ على القلب برضو المرفوع، ولا على ايماننا، ولا على الحاجات اللي احنا بنقولها في الصلاه، ولا ايه بالظبط؟ لا، هي بصي، الصلاه اللي ما بتطلعش لفوق هي الصلاه المحفوظه التي لا تعبر ابدا عن القلب. يعني اللي انا حافظ كلمتين. بصوا انا ما بعوز يعني اسمحوا لي اشارك حاجه صغيره عن كنيستنا. احنا عندنا سر نجاح الكنيسه عندنا مش لان عندهم قسيس كويس، ما اعتقدش عندهم قسيس كويس، يعني ما يعني مش اي حاجه. انا بعتقد ان سر النجاح عندنا في الكنيسه ان احنا عندنا مجموعه مخلصه بتيجي كل يوم ثلاث تصلي. والمجموعه دي احنا من ساعه ما ابتدينا الكنيسه من 15 سنه، والمجموعه دي بتيجي كل يوم ثلاث. الاجتماع الوحيد اللي انا ما بغيبش عنه، انا ممكن اغيب يوم الاحد وما اغيبش يوم الثلاث، حلقه الصلاه. ليه؟ لان الكنيسه ادركت انه من غير الصلاه الكنيسه مش ممكن هتنمو. والسنه دي اشكر ربنا انه اكتشفوا انه يوم واحد في الصلاه مش نافع، فبدات عندنا اجتماع صلاه الاثنين والثلاث والاربع والخميس. عندنا اربع ايام الكنيسه مفتوحه للصلاه بالليل. انا بقى بعرف الكنيسه بتنمو ولا ما بتنموش منين؟ من الصلاه. لما الكلمات اللي بتتقال في الصلاه بتتغير من ثلاث لثلاث، تفهمي انه دول حضروا الوعظ يوم الاحد، الرب اتعامل معاهم، عاشوا باختبارات، فبييجوا في حلقه الصلاه. الكلمات اللي بتتقال في الصلاه والشهوه او الطلبات اللي بتترفع قدام الله في الصلاه مختلفه. لكن لما تلاقي واحد بقاله 20 سنه بيقول ايها الاب السماوي من اعماق قلبنا نشكرك وانت مش عارف ايه وانت ايه، تعرفي انه مفيش تغيير حاصل في الحياه. الصلاه التي تخترق الى قلب الله هي الصلاه اللي بتطلع بصرخه من القلب وصرخه حقيقيه، زي لما بطرس كان بيغرق وقال له يا رب نجني، ما خدتش، كان دي اقصر صلاه في الكتاب المقدس، هو بس كان قال له يا رب نجني ورب مد ايده خد. فلما الصلاه تكون بتعبر عن احتياج حقيقي وطالعه من القلب وطالعه من الثقه، وانت عينك على الرب، يعني بطرس وهو في الميه وبيغرق عرف ان الوحيد اللي يقدر ينقذه لا حكمته البشريه ولا خبرته بالميه ولا حاجه، حط عينه على المسيح وصدق ان المسيح هو اللي يقدر، والمسيح مد ايده في الحال. عايزه تهزي السماء، عايزه تهزي عرش السماء، اصرخي من قلبك بايمان والمسي الله. يعني المراه النازفه الدم هتفضل هي الست الوحيده اللي التاريخ هيفضل يحكي عنها، لانها الوحيده اللي صدقت واللي قالت لو لمست هاخد. مجرد لمست، هي ما كلمتش اصلا، بس كتعد. ولما راى ايمانها كذا مره يقول لك ولما راى، يعني ايه الله يشوف ايمانك؟ لما راى الايمان عمل، قال مغفور لك، قوم احمل سريرك وامشي، لما شاف ايمان. فانا نفسي النهارده كلنا ككنايس وكعائلات وكمؤمنين، احنا مش بنضارب الهوى، احنا مش بنعمل فرض، الصلاه مش فرض، انا داخل لاني بحب. وكل لما الصلاه تكون بصرخه من القلب بايمان، كل لما السماء هتتهز والعرش السماء هيتهز والله يعطيني اكثر مما اظن. طيب هو برضو في كلام حضرتك قلت ان الصلاه ممكن بتعمل المعجزات، لو حد مريض بيشفى، لو بحسب الايمان، حسب القلب المرفوع، كله ده كويس، بس الصلاه بتغير اراده ربنا؟ خلينا نتفق تاني، مين عارف من عارف فكر الرب؟
يعني اصل الكلام ده، اصل بصي الكلام ده كبير، هو عارف انا بصلي باللي انا بقربي لله وبحبي لله، انا بطرح الموضوع ده. وفاكره برضو خلينا نفتكر ثلاث طلبات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. انا ما بطلبش، يعني انا بقول يا رب لو ده بره مشيئتك انا مش عايزه. بس لو شخص مريض وربنا في ارادته ان هو يموت الشخص ده، وانا بصلي بايمان وبقلب مرفوع ان الشخص ده يخف، ربنا هيغير ارادته ولا هيعمل، هيتعامل معايا ازاي وانا انسانه مؤمنه وبصلي بايمان وبقلب مرفوع؟ هقول لحضرتك حاجه وارجو انك تصدقيني، يعني ان الله مش هيسمح ان حاجه تحصل غير ما يديك اقتناع وفجاه تلاقي نفسك بتسلمي. يعني انا اعرف حالات كتيره الاب الله فضل سايب الشخص عايش مع انه على زي ما بيسموها لايف سبورت، وعلى وانا فاكر في مره من المرات كنت قاعد مع زوجة شخص وقلت لها عارفه ليه الله لسه سايبه مع انه ما بيتكلمش ومش فاتح عينه ولا حاجه؟ يعني انت يو دونت وان ليت ات جو، انت مش عايزه تجو. اول ما تغمضي عينيك وتقولي يا رب انا بسلم، الله هيغير، الله هيغير. بصوا يا جماعه، الله اله مش قاسي، ده الله اله كل محبه، ده الذي لم يشفق على ابنه. لكن احيانا كتير بيكون الموت او الانتقال نوع من الشفاء الالهي الكامل. احنا احيان كتير كبشر بنبقى عايزين الشخص قدامنا وبياكل بخراطيم ومحطوط بتاع، بس احنا انجوينج ان احنا بنروح نزوره كل يوم في المستشفى وشايفينه بيتعذب. وساعات الله بيقول انا لو خدته عندي هيبقى افضل، ارحم، هيبقى ارحم. احنا ساعات بنبقى انانيين لانه ارحم لينا وليه هو كمان. اوقات لو فتره طولت بنقول ايه ده يا رب، لا كفايه ارحمه. بس ساعات لانه الله شايفنا بنصلي وشايفنا متمسكين الى ان في اللحظه اللي انا بسلم بيها بقول يا رب انا لو اديتوني انا هبقى فرحان، ولو ما اديتونيش انا عارف انه هيكون عندك، انا مسلم. في اللحظه دي اراده ربنا بتظهر. هل الصلاه تغير فكر الله؟ يعني ايه؟ بص، في فرق بين فكر الله واراده الله. يعني لما الله كان عايز يهلك سدوم وعموره، وابراهيم قال له طب لو فيها 50، قال له لو فيها 50 مش هلك المدينه. يعني لانه فكر الله في البدايه انه لازم هيهلك سدوم وعموره، كون ان الله عارف ان سدوم وعموره ما كانش فيها كان عارف، لكن الله بيورينا انه الله اراده الله ان الجميع يخلصون. يعني كانوا بيقولوا لابراهيم كده انا اردت ان الناس دي تخلص، بس انا مش شايف يوم 50. قال له طب 45، طب 40، طب 5، ما فيش. فابراهيم حصل ايه في النهايه؟ اقتنع. قال له طب بس انقذ لوط. قال له حاضر. يعني ايه؟ الله مش قاسي يقول له بص يا ابراهيم انت مش فاهم حاجه، انا دي ارادتي الموضوع، انا قلت ههلكها يعني ههلكها. لا ما حصلش كده. واخد بالك؟ فيعني مهما كانت الطلبه اللي جواكي، مهما كانت الطلبه اللي جواكي، ولو صليتي بايمان، ولو صليتي بايمان، واحنا كلنا جربنا كام مره ناس وصلت الى حافه الموت وربنا رجعها تاني. واخد بالك؟ لكن انت لو سأليني انا كهشام، يعني لو سأليني انا كانسان مؤمن، انا بقول لك اللحظه اللي ربنا ياخدني فيها هتبقى اروع لحظه. احنا برضو يعني ده يمكن موضوع ينفع لحلقه تانية، موضوع فكر الموت، لان احنا برضو فكر الموت برغم ان احنا مؤمنين وبنقعد نتكلم على الكلام ده، لكن لسه كلمه الموت بترعبنا بتخوفنا طبعا. النهارده لما يجي حد يقول لك انا تعيان قوي وحاسس اني هموت، اول كلمه بتطلع من بق المؤمنين ايه؟ شر شر شر. ايه اذا احنا مؤمنين وبنسمع ونوعظ بقى، وبولس قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، وده عشان تعرفي ان احنا بنقول كلام ما بنعيشوش، بنقول كلام لا ندركه. يعني هو ربنا كمان يعني انا شايفه بيهيئنا للظرف، حتى لو كان صلاتنا ما استجبتش، لكن بيغيرنا احنا عشان نقبل الاراده دي. هي مش مستجبتش، هي استجيبت. انت لازم تصدقي ان هو استجاب، يعني بس استجاب بطريقته هو، بطريقته. ما ده اللي انا قصدي، فهو بيديني نعمه ان انا اقبل الطريقه دي. وفجاه تلاقي نفسك يعني انا اقدر احكي لك حاجات كتيره حصلت في حياتي ببص عليها النهارده بقول يا رب اشكرك، انت لو كنت اديتهاني في وقتها كان كل تاريخ حياتي اتغير. انا بشكرك انك منعتها عني في الوقت ده. بس انت كل ما بتنضجي روحيا وكل ما بتخشي الاعماق روحيه مع الله، وكل ما عينك يعني عارفه كل ما بتعيشي مع الله بتقولي بتفهمي الله اكتر، بتفهمي من الله اكتر، تقولي واو. لكن كل ما تبقي واقفه على البر بنبقى عاملين عارفه زي الاطفال،
ما ادتنيش اللعبه برعد على الارض وبعيط وبكسر الدنيا وليه انا عمرك ما سمعتي مؤمن يقول لك ليه انا مش عارف ليه ربنا بيعمل معايا كده انا مش عارف ده انا بروح الكنيسه ده انا بس كانك بتجبي على ربنا يعني ربنا مش كده ده صحيح. هو في سؤال جالنا دلوقتي على تليفون بيقول هو ربنا عنده خيار وفقوس ناس بتصلي وربنا بيستجيب وناس بتصلي وربنا مش بيستجيب ليهم اللي كنا لسه بنقوله لا حبيبي الله ما عندوش الله ده مش بس كده ده الله بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار الله بيسمع الكل والله بيحب الكل والله بيعطي لكل واحد حسب سؤل قلبه على حسب سؤل قلبه بس هو السؤال أنا بطلب إيه أنا بطلب إيه وما تفتكرش إنك لو شفت واحد أغنية وعندهم ما تفتكرش إن هي دي البركة مش هي دي البركة احنا الشيطان بيحاول يقنعنا ان لو جاري جاله حاجه وانا ما جاليش يبقى ربنا بيحبه وانا ما بيحبليش يبقى ربنا سمعله وانا ما سمعليش الموضوع مش كده خالص انك تنام وتشعر ان ربنا راضي عليك انك تنام وتحس ان الناس فرحانه لان ربنا استخدمك في وسطهم اعظم كتير جدا من انك تبقى عندك طلبات كتيره طلبتها فانت لازم ترجع تسال نفسك يا ترى اللي انا بطلبه من الرب ده حسب مشيئه الرب هيقدس اسم الرب يا ترى ده بيحقق ملكوت الله طب يا ترى انا بطلب ده ليه انا مصدق ان ربنا هيديهولي وانا بقول لك النهارده ومش عايز اقولها بصيغه التحدي لكن ده كلام الكتاب مهما طلبت من الاب بس بمفهوم الاب كابن انت روح له كابن اركع قدامه كابن عيط قدامه كابن اصرخ قدامه كابن بس انت وانت بتقول له انا واثق في محبتك كاب وواثق في رحمتك كأب وواثق في نعمتك وواثق في خلاصك وواثق في عطاياك صدقني الله يستطيع أنه يعمل أكثر جدا مما نظن أو نفتكر وكلنا عنده ولاده لكن بيعمل رضا خائفي يعني لازم تبقى عارف كده أن الله بيعمل رضا خائفي الناس اللي بتخاف الله وبتحب الله وبتعيش في رضا الله الله بيعطيهم سؤل قلبهم الصلاة تدريب ولا أسلوب حياة يعني أنا أدرب نفسي أن أنا أصلي وقت طويل ولا ده المفروض يكون ده أسلوب حياتي صلاة يعني بيقول الآية صلوا بلا انقطاع إزاي بلا انقطاع وإحنا عندنا شغل بقى ومسؤولية وبيت وحاجات بس هي أسلوب حياة لكن لازم يجي بالتدريب يعني بيحصل نمو في الحياة بصي كل ما بتحبي شخص يعني أنت كل ما بصي تقري كتاب عينك تتفتح على الله أكتر تحب الله أكتر تبقى عايزة تتكلمي مع الله أكتر وعايزة تسمعي صوته أكتر بتحصل تدريج يعني بتحصل بتدريجي بس بإصرار فلما بتدوقي حلاوة الله عارفة من الكتاب يقولك ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب لما بتبتدي تدوقي حلاوة الرب وتدوقي الوجود في محضره وتدوقي الأعاد قدامه تلاقي نفسك الموضوع بيطول إمتى بتبقى الموضوع ممل لو هي موضوع طلباته بس ما انا بقول له نفس الكلام كل يوم يا رب بارك مراتي بارك بنتي بارك ابني ادينا اللي احنا امين بتحسي الناس كتير تقولي يعني مش عارفين نقول ايه تاني اقول لك ببساطه انت تعرفي كم واحد في العيله عندك سي 20 واحد لو قعدتي كل يوم تصلي من اجل العيله بتاعتك بس ادي عندك 20 دقيقه لو بس في كل واحد خد منك دقيقه يا رب بارك بابا افتح قلبه خد بالك منه ادي له نعمه النهارده ادي دقيقه يا رب بارك ماما لو انت بس خدتي ال 20 عيله تخيل بقى لو انا قسيس عندي 200 واحد ولا 200 300 واحد في الكنيسه ادي عندك 3 ساعات بس لو انا حبيت اصلي الفرض في الكنيسه واخد بالك ده من غير ما وعلى فكره بالمناسبه كل ما تطلبي وتصلي من اجل الناس الثانيه كل ما تلاقي ان طلباتك انت قليله يعني انت حاجه كتير بتبقي مشكلتك انت كبيره وبعدين فجاه تيجي مثلا قدام الرب وتقول يا رب انا عايزك تحل مشكله القسيس هشام ده كذا وكذا 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 فجاه ربنا يعني تحسي ان مشكلتك اللي كانت تعباكي قوي بتنزل لانك بتصلي من اجل احتياجات الاخرين وهي دي ده نوع من التدرج في الصلاه ان انا من بعد ما بقعد قدام الرب وبفتح قلبي قدام الرب وبستمتع بوجودي قدام الرب ببتدي اصلي من اجل الناس ببتدي اصلي من اجل الناس التعبانه اللي ما تعرفش المسيح ببتدي اصلي من الناس اللي وقع تحت سلطان ابليس وتحت سلطان الخطيه ببتدي اصلي ان الرب يحرر النفوس ببتدي اصلي ان الرب يشفي مرضى اللي كل واحد مشتاق ومصدق ان المسيح يقدر يشفيه ففجاه تلاقي الوقت عمال يطول لانك
مش ملحقة. لا، غير الشكر، غير التمجيد، غير الاعتراف، غير حاجات كتيرة قوي في صلاتنا المفروض تكون موجودة يعني. بس وانت دلوقتي لمسي جملة مهمة جدا جدا جدا، كلمة مهمة جدا، كلمة الاعتراف. يعني انا ما اعرفش انت حطاها في الاسئله بتاعتك ولا لا، هو الموضوع كبير فاحنا لو ما كملش يبقى في حلقه ثانيه. لكن يعني اسمحوا لي اقول كلمه النهارده للبروتستانت بالذات. احنا طلعنا بنخاف من كلمه الاعتراف، بس اذا عايز ربنا يسمع صلاتك وينسى خطيتك ويغفرها لازم تعترف بخطيتك، وما ينفعش انك بالليل تقول واغفر لنا كما نغفر، لان اولا احنا ما بنغفرش، والخطيه انا ارجو ان انا اقول الكلام ده بوضوح، يعني لو ينفع حد يكتبه على الشاشه يبقى رائع، الخطيه اللي مش هتعترف بيها الله مش هيغفرها. عشان الله ينسى خطيتك لازم يغفرها، وعشان يغفرها لازم يسمع عنها اعتراف. يعني ايه؟ يعني النهارده انا لو زعلت واحد لازم اصلي بالليل واقول يا رب سامحني لاني زعلت فلان، سامحني لان انا نظرت النهارده نظره مش مقدسه، سامحني النهارده لاني كذبت، سامحني. لازم يكون في وقت في وقوفك في محضر الله انك تحاسب نفسك، وكل الخطايا اللي ربنا يفكرك بيها لازم تعترف. العموميه دي ما بتنفعش مع ربنا، العموميه دي يعني سامحنا بقى يا رب، لا لا، الموضوع اكتر من كده. اخطأت الى السماء وقدامك، لا انا اخطأت النهارده، انا النهارده انفعلت، انا النهارده حد اتزنق عليا بالعربيه ففتحت الشباك وقلت له كلمتين في اسم المسيح، او يعني عملت مش عارف ايه، او زمرت، او عملت كذا. يا جماعه مهم قوي ان احنا ندرب نفسينا على الاعتراف بخطايانا. انا فاكر في مره كنت بقود نهضه كبيره قوي في اليابان، كان في حوالي 4000 واحد، وكنت فرحان بنفسي قوي بقى تاني يوم في النهضه والالافات جايه، ويعني واحد بقى مصري بيوعظ في اليابان وقاعد على المنبر بيرنمه بالياباني، وانا مش مخي عمال يفكر في الوعظه، وانا مش ممكن انسى اليوم ده لان الرب ابتدى يفكرني بخطايا انا عملتها في حياتي وعمري ما اعترفت عنها. حسيت ربنا بيقول لي بص انا عارف انك هتقوم، وممكن تقوم تقول وعظه والناس تقول واو كويسه، لكن لو انت عايز نستخدمك النهارده في حساب لازم يفضى، لازم يتصف. وابتديت وانا قاعد على المنبر اتوب، والرب يفكرني بحاجه عملتها وانا في ثانوي، يعني الكلام ده من سنين عديده يعني، ويقول لي بص انت عملت ده وانت عمرك ما جيت اعترفت انك عملت دي. ابتديت اقول يا رب سامحني، وبعدين فكرني بحاجه ثانيه يا رب سامحني، وبعدين جيت فجاه قلت له طب ممكن بقى تخلي الكواير يرتل 10 ترانيم ثاني، لان واضح ان الموضوع كبير لكن انا في حياتي ما وعظت وعظه زي الوعظه بتاعت الليله دي. الوعظه اللي انا وقفت فيها قدام ربنا وانا معترف بكل خطيه، وجيت في الاخر قلت له طب يا رب والسهوات اللي انا عملتها بدون قصد من فضلك سامحني. وانا مش ممكن انسى انه يومها جالي رئيس الطائفه، كان حاضر، كان كل الاسس حاضرين، ورئيس الطائفه جالي، كانت واحده ست، وقالت لي انت النهارده ربنا استخدمك انك تعلمني يعني ايه اتوب، انا عمري ما كنت افكر ان انا محتاجه للتوبه. قلت له يا رب ايه ده، ايه المجد اللي ممكن الواحد يكون فيه لما الواحد يتوب قدام ربنا. احنا احيان كتير بناخدها فور جرانتد، بناخدها كانه شيء طبيعي ان انا اغلط وربنا بيسامح. جزء ومفتاح رئيسي من الصلاه اللي بتهز عرش السماء والصلاه ربنا بيقبلها هي الصلاه اللي بتطلع من قلب تائب، من اللي تقعد فيها تعترف بخطاياك بالتفصيل قدام رب. لانك لما بتعترف بخطيتك بالتفصيل وبتطلعها من جواك، يعني لما تقول يا رب سامحني انا عملت كذا، وانس انك تقدر تطلعها من قلبك قدام، من قلبك على لسانك قدام الرب، هي دي اللحظه اللي ربنا بيديك نصره عليها. من يكتم خطاياه لا ينجح، ليه؟ لانها جوه وانت فاكر، وانت ما قدرتش تطلعها بره فما قدرتش تتواجه معاها. دي عمليه سيكولوجيه، انك يعني لما بتقدري تواجهي اللي جواكي بره الله بيديك نصره على الخطيه. ولما بيحررك الرب بتبقى زي الطير الحر، وانت بقى بتصلي بتحس انك طاير مع ربنا. ليه؟ لانه الله حررك من كل قيود كان ابليس رابطها فيك. صحيح. هو الاحساس بشعور بالذنب كمان، انا طول ما انا كاتماها جوه انا عندي احساس شعور بالذنب بيتكون فوق بعض وفوق بعض، وبيخليك تهربي من الصلاه. بهرب من الصلاه، وحياتي بتبقى في حاجه، في كلكيعه جوه مش فاهمه ايه سببها، لكن الاعتراف على طول ده بيحررني زي ما حضرتك قلت. احنا معنا تليفون ريتشارد من كندا. الو، سلام المسيح معاكم، اهلا بيك.
اهلا بكم. يعني صراحه برنامج شيق. شكرا. وانا مستمتع به وانا متاكد كل المشاهدين اللي بيبصون على البرنامج. شكرا لحضرتك. برنامج شيق ومفيد ولازم. شكرا لحضرتك. اتفضل. يا سؤالي انا بصراحه ما عندي سؤال، عندي اختبار. اتفضل حضرتك. هي تعني بالنسبه للصلاه والصلوه في مثل بيقول نص المكالمه هي للمواجهه. ايوه. فمثل العراق احنا كنا نقولها في العراق، فنصف اذا تكلم شخص وانت ما بتشوف، فبالنسبه للشخص الغريب عنك وانتو هي نصف المواجهه. فبالكلام لما تكلم الانسان وانت ما شفته من زمان، فيعني بالمكالمه حيقول لك على كل الاشياء اللي هو بيمر فيها، والشخص الثاني كمان بيقول له على كل شيء، يعني فهي نصف المواجهه. فاذا في ناس صراحه انا بقول لكم مع احترامي لكل الناس ما بيأمنوش بالصلاه. انا حسب المثل الكندي اللي بيقول I'm living proof، انا عايش للتاكيد، وحاكد للناس كل الناس اللي عندهم اشتباه بالنسبه للصلوه. الصلوه انا شخصيا بالنسبه لي هي نصف المواجهه بينك كمؤمن وبين الرب، لان الرب يسمع عليك. انا اشكر قد هشام اللي ذكر بالنسبه للصلوه ايه معنات الصلوه وليه الصلوه. الصلوه هي اعتناء الرب، هو الرب يعرف بيك، بيعرف كل احتياجك قبل ما تصلي وقبل ما هذا، هو بيعلم. فاذا ما بتطلب منه فإذا هو ما يهملك، هو حيكون معاك. بس الحاحك فيه كإنسان أنت مؤمن وعايز تثبت للرب أنت معاه من كل قلبك من كل كيانك. فالصلوة هي بالنسبة للمؤمن وللناس الأقرباء، خصوصا للمؤمن، هي نصف المواجهة، لأن الرب حيوجه كل الطلبات وحيبعت كل الطلبات للمؤمن لأن بيسمع طلباته، لأن عنده مخافة الرب. وأنا مريت بظروف حوالي شهرين. احنا بنشكر حضرتك، يا اخ ريتشارد، وربنا يباركك. اتفضل. اتفضل حضرتك. انا اسف بس اديني دقيقه او دقيقتين لو سمحت. اتفضل حضرتك. متشكر. من قبل شهرين انا مريت كمؤمن وصلت لحاله الانتحار بصراحه. الشيطان هاجمني وانا نسيت نفسي انا كمؤمن. بس لما حسيت بنفسي بان انا مؤمن، ازاي تجيني الهجمات وانا كمؤمن يحاول الشيطان يغلبني حتى اوصل الى مرحله الانتحار. الفلوس ما كانش عندي وحاله نفسيه ضيقه، فاتصلت بقناه الكرمة. الاخ آلك، القس آلك كان موجود على التليفون وبيسمعني، فانا اتجهت كل الاخ صموئيل وبعض الاخوه كانوا موجودين. فالاخ آلك جاوبني وصلى من عندي وانا صليت معاه. من بعد 3 أسابيع الرب استجاب لي وانا بخير وعندي عندي شغل، ورب كرمني. شكرا ربنا. رب صالح. شكرا ربنا. الرب صالح. فارجوكم يا اخوه الصلوه مهمه ولازم. امين. شكرا ربنا. الرب يبارككم واتمنى من نعمه. شكرا ليك وربنا يباركك. المفرحة للأشخاص الذين بعيدين عن الرب ولا تهتموا بأي شيء، هو يعتني بينا. وضرب مثل عليه، بص العصافير والطيور اللي طير ما حدش فيها بيقودها، ألستم أنتم بالأحرى أحسن منهم؟ ربنا يخليكم. بشكر حضرتك جدا. نتكلم عشان نتعلم. شكرا. شكرا. أكثر وأكثر ما هي معنى الكلمة، وخصوصا كلمات الرب اللي في الإنجيل له كل المجد واحنا خدامه وما نستاهلش. شكرا. أمين. شكرا ليك يا اخ ريتشارد، وشكرا لاختبارك والرب صالح وامين. شكرا ليك، ربنا يباركك. جالي كمان سؤال في التليفون، هل الصلاه اذا زادت بتزيد علاقتي مع ربنا، واذا قلت علاقتي مع ربنا بتقل؟ يعني كتر الكلام والصلاه ولا
ما خلينا برضه نرجع لمشكله الكلام. أنا احنا اتكلمنا في الجزء ده بس احنا هي بس اجابه دلوقتي. تخيلي كده، تخيلي ان انا عايش، انا عندي ولد وبنت، تخيلي ان احنا بيصحوا الصبحيه يبصوا في وشي ويمشوا، ولا فيش صباح الخير، ولا فيش تصبح على خير، او حتى لو صباح الخير اوقات في ناس بتقول صباح الخير يعني ما فيش كلام. تفتكري ايه العلاقه؟ ما فيش علاقه. او لما يجي مثلا ابني كل ما يشوفني ما يخشش عندي غير ما يقول لي معاك 10 جنيه او انا عايز، ولو قلت له معيش يقوم خارج وقفل الباب وانت ما بتحبنيش. احنا حاجه كتير بنعمل كده مع ربنا، دي مش علاقه، دي علاقه منفعه. العلاقه هي علاقه الابوه بالبنوه. لما انا يعني لازم نفهم، احنا قبل ما نعرف المسيح كنا عبيد، العبيد قاعدين مستنيين سيدهم يرمي لهم لقمه. المسيح بيقول لا اعود اسميكم عبيد، انتوا اولاد. انا النهارده بخش استمتع بحق البنويه، وحتى لما بطلب انا بطلب من ابويا، انا بطلب لاني ابن، لاني ابن. والله بيقول انا مش، انت ما بقتش عبيد، ما تتعاملش معايا بمفهوم العبد. فاكرين مثل الابن الضال؟ احنا دايما نوعظ عن الابن الضال، الواد المش كويس ده، لكن انتوا عارفين اكتر من الواد المش كويس ده، الواد اخوه الكبير. الواد اخوه الكبير يجي لابوه يقول له ايه؟ يقول له ها انا اخدمك سنين عديده وجد لم تعطيني جد حتى، يعني حتى معزه عشان افرح بيها مع اصحابي. ده كان بيتعامل مع ابوه مش بمفهوم الاب والابن، كان بيتعامل مع ابوه بمفهوم العبد. انا بخدمك ما بتدينيش ليه؟ عايز مقابل. لكن انا بقول يا رب انا بحبك، اديتني او ما اديتنيش انا بحبك، انا ابنك. شافتني ما شافتنيش انا ابنك، اديت اللي انا عايزه ولا ما اديتنيش. العلاقه اللي بينا اسمى كتير. فطبعا كل ما تعيش مع الله اكتر، وكل ما تتداخل مع الله اكتر، وكل ما تحب الله اكتر، وكل ما تركع قدام الله اكتر، وتبقى في علاقه صلاه بينك وبينه اكتر، كل ما العلاقه بتبقى حميمه. كل ما تبعد كل ما العلاقه بتبقى فتره. عشان كده الناس اللي بتبعد كتير عن الصلاه تلاقوا ان رجوعها صعب، يعني تلاقي ان رجوع الصلاه صعب، وتبتدي بقى تبقى الصلاه ممله واصل ملل واصل يعني ملناش طقطان ومش عارف ايه. لكن انا اقول لك حاجه، احنا عندنا في الكنيسه شباب ثانوي، اجتماع شباب ثانوي، ربنا مفجر في وسطهم. يعني دول اللي بيجوا 2 3 4 5 بيصلوا كل يوم من 8 ل 11 بالليل، احنا مش عارفين نلحقهم في الصلاه، وتبقى مستعجبه. الولد عنده في اولى ثانوي او في ثانيه ثانوي وفاتحه حنفيه، لما بيفتحوا يتكلموا مع ربنا ليه؟ لان عندهم براءه السن اللي لسه مصدق الله ومصدق كل حاجه بيعملها. و اتفرج عليهم لما بيقعدوا يباركوا بعض، يعني لما يعني في فئه القائد بتاعهم يخلي كل واحد يحط ايده على التاني ويصلي للتاني، ففجاه بيبتدي يحس ان انا مش بطلب لذاتي، مش انانيه، ده انا بطلب لاخويا او بطلب لاختي. الصلاه يا جماعه دنيا، عالم تاني فيها الله بيريحك، بيريح قلبك، يعني بتحس ان الله سمعك، بيريح قلبك، بيديلك اللي انت عايزه اذا حسب مشيئته ولمصلحتك انت الشخصيه. يعني الله مش بيمنحها لانه قاسي، ومش بيمنحها لانه مستخسر، لكن بيمنحها لانه عارف ان انا لو خدتها قد اضر نفسي او هتضرني. فعشان كده انا لما بقول له حسب مشيئتك، انا مصدق ان الله هيعمل الصالح، الصالح ليا. لكن الله، الصلاة تفتح أي باب مغلق، الصلاة تشفي أي مرض في الدنيا. وأنا مصدق، أنا مصدق لما الكتاب يقول الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك. الله بيشفي كل الأمراض، الله ما فيش مرض يستعصي على الرب. وأنا أقدر أحكي لكم اختبارات، وكل المشاهدين عندهم اختبارات كتيرة. الله بيشفي الأمراض، لكن أنا لازم أكون مصدق انه لو مش اراده الله انه يشفي، لو ساعات بتبقى اراده الله ان الانسان يفضل في المستشفى عشان يوصل رساله لممرضه، يوصل رساله لدكتور، يوصل رساله للمريض اللي جنبه. انا بكتس في الام، لكن الله قادر انه يستخدم الالام بتاعتي في انه يقود انسان تاني. فانا لازم اكون مدرك ان الله حنان ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمة، وحتى لو تأنى في الصلاة وما استجبش هو عارف إمتى بيستجيب. طيب هو الأخ اللي بيسأل هل الصلاة، صلاتي بتزيد العلاقة مع ربنا؟ فتخيل أنت لو ليك صديق
وبتشوفوا على طول على طول كل يوم، ففي مجال حديث، في كلام كتير قوي بتقولوا لبعض، واخدين على بعض في حاجات كتير. لكن لو سافرت وسبته فالكلام بينهم مش هيكون فيه، كل واحد بقى ليه دنيا، فمش هيبقى في مجال الحديث. فنفس الفكره مع ربنا. طب هو في سؤالين جولي دلوقتي، هو بيقول هل كوني بصلي يبقى اكيد في علاقه مع ربنا؟ ده واحد هتجاوبني عليه، وبعد كده تقريبا هو نفس ال لو يعني كوني ان انا بصلي، كون ان انت جواك نزعه بتقول لك خش واتكلم مع ربنا، يبقى اكيد في علاقه. يعني حتى لو انت ساعات ممكن تكون شاكك، بس جواك روح الله من جواك بيقول لك بس جرب، تعالى صلي، تعالى اتكلم، ده معناه انه في علاقه. بس انا دوري ان انا احط العلاقه دي في اطارها الصحيح، وافهم ان انا كابن مطالب ان انا اتكلم مع الاب، وان انا مطالب ان انا اكون في حديث بيني وبين الاب. زمان كان في ترنيمه بتقول يا طيبة ساعات بها اخلو مع الحبيب. شوفوا كلمه الحبيب، انا بحب الرب، انا مش داخل لان عايزه يديني، انا داخل لاني بحبه، وهو قاعد معايا مش لانه عايز يعذبني، ده قاعد معايا لانه بيحبني. تخيلوا الله اللي شايل العالم ده كله وبيحمل كل العالم بكلمه قدرته، والممسك بيمينه السبع كواكب الارض. الله لما بيشوف كل ده ويشوفك انت بتصرخ اليه، الله بينسى العالم ده كله وبيسمع صلاتك وبيسمع صلاتي. احنا عايزين نتمسك بالاله ده ونتمسك بالفرصه دي. فكون ان انت جواكي شعور بيقول لك اتصلي او كلمي ربنا، ده معناه ان روح ربنا بيتعامل معاك، علاقه، وان هو سامع، وان ربنا عايزك، ولازم يكون في الايمان ده، ويكون في القلب المرفوع علشان يصدق. طيب معانا تليفون ساره من واشنطن. هاي ساره. الو، مساء الخير. انا ساره من سياتل واشنطن. اهلا بيكي. امال، انا ساره من مصر الجديده. اهلا بيكي يا ساره. انا حابه بس اقول انه فعلا الرب عظيم قوي، وان هو فعلا معانا كل لحظه وكل دقيقه، بس احنا كتير ساعات ما بنحسش بده، او ساعات ما بنشوفش ده قوي. لكن كنا في فتره بنمر بمشاكل وعصفات كتيره في سياتل من ناحيه الجنايات، لكن احنا اتفضلي سامعيني. احنا كنا بنعمل اجتماع صلاه عندنا بنعمل اجتماع صلاة عندنا في ممكن توقفي التلفزيون، بنعمل مؤتمر، فمش عارفين احنا ازاي بيحصل معانا دوت اجتماع الصلاة. بس هي الصلاة شركة فعلا مع ربنا، مشاكل يعني، لكن ربنا عظيم جدا، ولقينا ناس بيشكرونا لان احنا فعلا بنرفعهم من حول العالم. ما مش عارفين احنا ازاي ده بيحصل، لكن بقوة الصلاة وقوة الروح القدس. سوري انا نسيت اسلم على القسيس هشام. انا بنت صلاح بهمن. اهلا وسهلا. اهلا يا ساره من العيله من بعيد قوي. اهلا وسهلا بيك. فالرب عظيم، الرب صالح كل دقيقه وكل ثانيه. يعني فعلا زي ما كلمات الترنيمه بتقول، في ترنيمه بحبها بتقول بابتسامه ببتدي يوم الجميل معاك بابتسامه، أعيش يومي وأقدر أحكي معاك يا خالق اليوم وخلقني أنا يومي ليك. يعني إحنا محتاجين نقول ده للرب كل يوم، إن إحنا نقول له صباح الخير، أو إن إحنا نقول له كلام جميل. مرسي يا سارة جدا، شكرا ليكي وربنا يباركك، ومرسي، يعني مبسوطة أن أنا أسمع صوتك. مرسي ليكي. مرسي. هي بس الحاجة سارة لازم تعرفيها أنه الشيطان عايز المؤمنين يرنموا، عايز المؤمنين يخدموا، عايز المؤمنين يوعظوا، لكن الحاجه الوحيده اللي بتجنن الشيطان ان المؤمنين يصلوا. عشان كده تلاقي دايما الناس مستعديه، تعالي قولي النهارده عندنا حفله في الكنيسه، كله يجي ويساعد ويعمل، لكن حلقه صلاه لانه ابليس ما فيش حاجه بترعب مملكه ابليس غير الصلاه. وعشان كده يعني عايز تبشر بشر، عايز تخدم اخدم، عايز توعظ اوعظ، اعمل اللي انت عايزه، الشيطان هيبقى مبسوط قوي. لكن تيجي تصلي حرب الدنيا كلها تيجي على الكنيسة اللي بتصلي، على الجماعة اللي بتصلي، على المؤمن اللي بيصلي. ليه؟ لأنه إبليس عارف أن الحاجة الوحيدة اللي تقدر تغير الكون كله، والله ممكن يعني يغير الكون عشان خاطرها، هي الصلاة.
وعشان كده انا بقول لكم تعالوا النهارده نضحك على ابليس، ما نخليش ابليس يضحك علينا. لو في كنيستك حلقه صلاه روح احضرها، لو ما فيش في كنيستك حلقه صلاه كلم الراعي بتاعك وابتدي حلقه صلاه، لو مش بتصلي في البيت صلوا في البيت، لو ما عندكش الصلاه الشخصيه صلي، لان ما فيش حاجه بتهدد مملكه ابليس غير الصلاه. غير الصلاه. معانا بنت الرب من كاليفورنيا. الو. أنا أحب أهني هذه القناة على كل خطوة تقوم فيها لبناء الملكوت. شكرا لك. وأسلم على يعني على القسيس هشام والرب يباركه، وأنا سمعت عنه كتير والرب مديله مسحة غير عادية. وأسلم على الأخت أمل. أهلا بيكي. النجمة الساطع. أهلا بيكي. أنا طلبت من أجلك شكرا. كتير يا أخت أمل لأجل الحلقة دي. شكرا لك. أنا فرحانة في الموضوع كتير، لأن الموضوع اللي طرحتمه يخصني قوي، وأنا أعيش حياة الصلاة وأصلي من أجل العالم كله صدقوني. وأنا أشجع كل السامعين أن يصلوا لأجل هذا العالم، لأن العالم وضع في الشرير ومحتاج يعني صلاة المؤمنين. وإحنا يعني اختبرنا كل صلوة رفعناها في عرش الرب، صدقوني إحنا كنا عايشين في الآتون والرب كان رابعنا، وكل خطوة في حياتنا تمجد الرب فيها. في الحياة يعني مرحلة الحياة كلها، وأنا واثقة الرب جابنا إلى كاليفورنيا حتى يستخدمنا لمجده. أمين. ياريت يعني أطلب من كل السامعين أن يصلوا من أجل استخدام الرب لنا. أمين. واستخدام الرب ليكم أيضا، والمسحة اللي واضحة على القناة وعلى الموجودين في القناة. شكرا. والرب كافئ كل من يتعب في كرم الرب. أمين. شكرا ليك. ويسوع يبارككم. وأنا أطلب صلاة، جاني تليفون من مصر من أجل أخت نعناعة والأخت نعمة، محتاجين صلاة يعني بلجاجة، وياريت تنضموا معاي في الصلاة، والسامعين أيضا ينضموا معاي في الصلاة لأجل دول الاثنين ولأجل مصر والأوضاع الموجودة في مصر. والرب يبارككم. شكرا. شكرا لك. أنا فرحانة فيكم قوي. شكرا لك وشكرا لصلاتك وشكرا لمشاركتك. وإحنا في آخر الحلقة هنصلي، وهنصلي من أجل الأخت نعناع والأخت نعمة. حاضر. من أجل مصر. شكرا لك. ربنا يباركك. شكرا. في عندي سؤال جه. أب عنده ابن مريض جدا وبيتألم ألم شديد وبيصلي له، بس ليه ربنا مش راضي يشيل الألم عن ابنه؟ ده سؤاله. عارفه من يعني احنا احيانا بنجزم انه ليه ربنا مش راضي، فانا اوريدي خلاص رميت الاتهام ان ربنا انت مش راضي، يعني انت عارف وتقدر ومش عايز، فيعني يبقى في خصومه. انا عارف طبعا، انا مقدر مشاعر الاب. اكتر حاجه ممكن توجع الانسان، عارفه لو انا جرالي حاجه مش مشكله، لما تشوفي ابنك ده دي حاجه ثانيه، حاجه ثانيه صحيح. لكن أنا اسمحي لي أن أنا أقدم نصيحة لهذا الأب. إحنا أحيان كتير وإحنا بنصلي علشان الشفاء، وتش حاجة رائعة، لكن تعال نجرب النهاردة أن إحنا نصلي أنه نقول يا رب النهاردة خفف ألامه وخليه يصبح الصبح كويس، ولما يصبح الصبح كويس أشكر ربنا أنه خفف ألامه واطلب أنه اليوم يعدي كويس، وتعالى بالليل اشكر ربنا ان اليوم عدى كويس وصلي انه ينام ويصبح كويس. عارفين احنا ليه احنا عايزين نشوف استجابه في الحال. هو كمان سوري ان انا قطعتك، بس بيقول هو ربنا مش بيتالم بالم ابني، بيتالم باعتباره انه هو اب لينا، يعني حاسس بالمنا في كل الام. تجرب في كل شيء، في كل شيء زينا، اجتاز الالام، عشان كده هو بيقدر ان يعين المجربين. اللي انا بقوله ان احنا محتاجين نتعلم نمشي مع الله خطوه خطوه. يعني ايه؟ يعني أنا النهاردة هصلي وأقول يا رب أنا نفسي بصلي لك بإيمان أن ابني النهاردة يقدر ينام
كويس هيشفيه الشفاء جاي، لكن انا بقول خلينا نعيش اختبارات كتيره كل ليله. يعني النهارده هصلي انه ينام كويس ويصحى الصبح، لما يصحى الصبح هشكر ربنا انه نام كويس، وتبقى عندي بالنسبه لي دي حاجه بتقوي ايماني ان انا صليت وعارف ينام، وهقول يا رب خلي اليوم النهارده لو ما بيبلعش يقدر يبلع، لو مش قادر يقوم يقدر يقوم. هطلب حاجه صغيره في الوقت ده، ويجي بالليل هشكر ربنا ان اليوم عدى وهصلي انه ينام كويس الى ان ربنا يدي الشفاء. انا اللي انا عايز اقوله لك يعني حط الموضوع خطوه بخطوه وافرح بالرب خطوه بخطوه. انت الله بيعمل حاجات كتيره بس احيانا كتير ما بنشوفهاش لان احنا حاطين عيننا على حاجه معينه. انا عيني ان هيقوم من على السرير وينط، ورب يقول لك اوكي انا عايز اعمل ده، بس انا عايزك تمشي معايا الخطوه بالخطوه خطوه دي علشان نقدر اسلمه ليه خالص او سلمه ليه ما ده انا في الحالتين انا بسلم الموضوع. لكن كأب انا نفسي اشوف ابني بي 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 بيتحرك، نفسي اشوف ابني ما بيتالمش. انت متخيله يعني انه لكن ده درس انا اتعلمته في حياتي، ان احنا لكن لما بيقول الكتاب يكفي اليوم شره، يعني اطلب النهارده للنهارده دلوقتي. هو شاعر بألم، انا هصلي واتحد معاك ان الله يخفف ألمه النهارده فيقدر ينام ويقوم الصبحيه احسن، ولما يقوم الصبحيه احسن هشكر ربنا انه في تحسن حصل، واطلب انه اليوم الثاني يمشي كويس. ففي كل يوم ربنا بيرفع ايمانك وبيشدد ايمانه، وفي نفس الوقت انا بشوف تغيير بيحصل الى ان الرب في النهايه يظهر مشيئته ويشفيه. الكتاب بيقول ان قلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. الكتاب واضح، اذا مريض احد فليدعو شيوخ الكنيسه ويصلوا، وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لانه بص الله لا يريد ان احنا نتالم، الله مش عايزنا نعيش في الم، دي حقيقه. لكن الله احيانا بيسمح بالالم علشان هدف عنده. انا كل دوري اقول له يا رب فهمني، انا مش قادر افهم، لكن انا مصدق انك صالح ومصدق ان بص حضرتك بتحب ابنك ده. انا اختم بالعشره، لكن المسيح بيحبه اكتر. المسيح مات من اجله، انت لغايه دلوقتي ما متش من اجل ابنك، المسيح مات. والذي لم يشفق على ابنه كيف لا يهبنا معه؟ بس انا بقول لك افتح عينك وصدق ان الله بيعمل اعمال اكثر جدا من اللي انت تظنها وتفتكر. امين. ربنا قادر يلمس ابنه لمسه شفاء. امين. معانا تليفون ابن الرب من امريكا، هاخد التليفون ونطلع فاصل بعدها. ايوه الو 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 مرحبا، اهلا بيك. من فضلك انا عايز اسال سؤال للسيس هشام. اتفضل. السيس هشام من 7 سنين حصل خطيه في حياتي، وانا بطلب وبصلي من الرب انه يساعدني على ترك هاي الخطيه، بس ما عم بيصير استجابه بالصلاه. يعني انت لسه بتعمل الخطيه ولا عملتها من 7 سنين؟ بس لسه بعملها، بس انا مش عايز اعمل الخطيه. انا بصلي بس عايز قوه، بس ما فيش استجابه للصلاه. لا ما تقدرش تقول ما فيش استجابه للصلاه، الله بيسمع كل صلاه. بس احيانا كتير عارف حضرتك ايه، انا بتبقى في ايدي حاجه وبقول يا رب يعني من فضلك خدها من ايدي، انا مش عايز افضل وانا ماسكها. احيانا كتير انا محتاج ان انا افتح ايدي عشان الرب يقدر ياخدها ويقدر يحررني منها. بص ابليس مش عايزك تفرح بالرب، وابليس عايز يلاقي حاجه تفضل منغصه عليك، وابليس عايز يلاقي حاجه تفضل بتشدك لتحت، وتفضل يقول لك كل ما تيجي تصلي يقول لك هتصلي ليه، ما انت بتصلي وما ادكش قوه، ما انت بتصلي ازاي وانت واقع في الخطيه. اولا انا عايز اريحك انه ما فيش ولا واحد فينا ما بيقعش في الخطيه، ولا واحد فينا. اكيد مظبوط، بس كلنا بنغلط، لكن الفرق مسيطره على حياتي ويعني انا عايز اطلع منها، بس مثلا مش قادر. يعني اولا مش قادر، يعني انا اولا خطوه لما بعملها يعني بعيط كتير. 50% من النصره جايه من ان انت عايز توقفها، قوه اراده كمان ان انت عايز. ال 50% الثانيه انك تيجي النهارده وتاخد عهد قدام ربنا بدموع وبتوبه، يا رب انا عايز ارضيك، انا عايزك تعالى املى، انا ما اعرفش ايه الخطيه ومش عايز اعرفها،
لكن اللي انا اعرفه انه اكيد حاجه شداك جدا من جوه، بحيث انك في الصراع ده، وكلنا عندنا الصراع ده بصوره او باخرى. يعني بولس نفسه قال كلما اردت ان اصنع الحسنى اجد الشر حاضر. في صراع بين الجسد وما بين الروح، بس الصراع ده بيتحسم في خلف الباب المغلق في الصلاة، بيتحسم بينك وبين الله، ان انا باخد الخطية اللي تعباني دي وبسميها باسمها انها خطية والخطية الفلانية. فلما بخش بصلي مش هقول يا رب اغفر لي خطيتي اللي انت عارفها، لا، هقول يا رب انا بعمل كذا، انا واقع في الخطية الفلانية، انا الخطية دي مسجون فيها، انا ابليس سجني فيها، بس انا النهارده بحريه الدم انا برش دمك على العتبه العليا بتاعت بيتي والقائمتين، انا باخد الحريه في المسيح وبعلن النهارده ان انا بهزم ابليس بدم المسيح. بص، هو الصراع جوه هنا في المخ، ابليس بيقول لك مش هتقدر، ابليس بيقول لك انت هتصلي الصلاه دي واول ما تخلص الصلاه دي انا هاخدك وهتقع في الخطيه تاني، وانت بتقول له لا. الصراع ده بيتحسم بقوه الروح القدس خلف الباب المغلق في مخدعك وانت راكع على ركبك قدام الله، والله هيعطيك نصرة. الله مش عايزك تكون مكسور ولا مهزوم، بس تعالى اعترف بخطيتك كما هي. انا بقولها لك، ما تطلعها ليش، ما تقولهاش لحد، طلعها لربنا، طلعها لربنا باسمها بوصفها باللي بيوقعك فيها، وقول يا رب اديني النهارده نصره ان انا ادوس ابليس تحت الاقدام واخد نصره بدم المسيح، وصدق ان دم المسيح بيطهرنا من كل خطيه. هو قال كده، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. يعني ايه طهرنا؟ الله قادر انه يكرهك في الخطيه دي، الله قادر النهارده انه يخليك تتعلم ازاي لما تشوف الخطيه تهرب منها، الله قادر انه يسلحك بسلاح كلمة الله اللي تديك نصرة وتكون سهم في إبليس. فالله أنا هصلي معاك، أنا عارف الصراع اللي أنت بتمر بيه، كلنا بنمر بيه بصورة أو بأخرى، وكلنا بنحس إن إبليس بيطلع لنا لسانه لأنه هزمنا، ولأنه بيقول طب أنت صليت وأنا وقعتك فيها. لكن أنا عايزك النهاردة تقول لإبليس لا تشمتي بي عدوتي، لأن إن سقط هقوم، وصدق في غفران المسيح، وصدق ان دم المسيح بيغفر، ودم المسيح بيقوي، ودم المسيح ممكن يعطيك نصره. امين. هو في سؤال انا هساله بعد الفاصل عن هل الصلاه مسؤوله؟ يعني انا بمجرد ما اصلي انا مش ليا دور، ولا لا انا عليا كمان دور اعمله؟ ربنا عليه دور وانا عليا دور، بس ده هنتكلم فيه بعد الفاصل. انا معايا التليفون هاخده قبل الفاصل. شكرا الاخ من امريكا ابن الرب، شكرا ليك وربنا يباركك. احنا معنا تليفون تاني، ميمي من كاليفورنيا. الو اهلا بيكي. اهلا بيكي، انا فرحانه جدا بالموضوع بتاع النهارده. اهلا بيكي. شكرا. وانا فرحانه بالاسيس هشام لان هو اسيس الكنيسه بتاعتي، وفرحانة أشوفه على الشاشة وكل الكلام بتاعه ممسوح فعلا بالروح القدس. أنا بتكلم مع لابن الرب اللي عنده خطية مش عارف يخلص منها دي، يعني من اختبار شخصي أن أنا فعلا لما كنت عايزة أخلص من خطية عدم الغفران كنت بصلي لأكثر من شهرين تقريبا، وفي الآخر ركعت وقلت له رب أنا يعني عايزة أطيعك، وأنا هسلمك أنت المسؤولية أنك أنت فعلا تديني روح الغفران. والرب في الحال شال مني الغضب اللي كان جوايا ناحية الشخص اللي كان مزعلني. بعدين أنا بقول مع الصلاة لازم يكون في قراءة كتاب، لأن الكتاب المقدس مليان بكلمات حكمة وحاجات جميلة بنتعلمها من شخص الرب يسوع نفسه. فبكلم ابن الرب إن هو لو يستعمل قراية الكتاب ويبتدي يعني يواظب على قراية الكتاب يوميا ويطلب من ربنا إن هو فعلا يقدره على الخطية ده، هي إنه يسحقها تحت أقدامه، الرب فعلا هيتعامل. وأنا متأكدة من أمانة الرب. بشكرك مرة تانية حضرة الأسيس على وجودك، وبشكرك يا جميلة. شكرا ليكي، أول مرة نشوفك على التلفزيون. شكرا ليك، ربنا يباركك ويبارك الخدمة. شكرا ليكي وربنا يباركك. شكرا ليكي. شكرا. باي باي. باي باي. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل موضوعنا عن الصلاة. أحبائنا معضدي قناة الكرمة، إن
نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم. بالصلاة ننال الغفران. في صلاتنا نطلب احتياجاتنا وليست رغباتنا. من رحمة الله بنا أنه لا يستجيب لكل صلواتنا. الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن تغيرنا نحن لكي نقبل ونخضع لإرادة الله. الصلاة معركة خفية، والعالم والضغوط معركة ظاهرة. لو انتصرنا في المعركة الخفية انتصرنا أيضا في المعركة الظاهرة. في الصلاة بيأخذ الله طبيعتنا الصعبة ويعطينا من طبيعته الإلهية. الصلاة الحقيقية تنشئ تغييرا وتبديلا فينا. الصلاة هي الطاقة الروحية للمؤمن، بدونها تصبح الحياة بلا قوة. في الصلاة نسمع صوت الله وننال بركاته التي لنا عنده، ونعلم الاتجاهات التي نسلكها. الصلاة هي سلاحنا القوي ضد إبليس والعالم. الصلاة هي الجو الصحي المعقم الذي يقتل فيروسات الخطية. الصلاة هي طريق الإرشاد الصحيح لحياتنا. الصلاة هي قوة للضعفاء وثروة للفقراء. الصلاة هي شركة وعلاقة صداقة وحوار بيننا وبين الله. صلي كما لو أن كل شيء يتوقف على الله، واعمل كما لو أن كل شيء يعتمد عليك أنت. القلب المرفوع في الصلاة بدون كلمات أفضل من الكلمات المرفوعة بدون قلب. الصلاة ليست تدريبا ولكنها أسلوب حياة. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين وهنكمل موضوعنا وليه لازم أصلي. كان في سؤال سبته مع حضرتك قبل الفاصل، وهو هل الصلاة مسؤولة؟ يعني أنا بصلي بس خلاص وخلاص خلص الموضوع، ولا أنا عليا دور لازم أعمله زي الأخ اللي اتكلم وكان في حياته خطية وبيقول أن أنا بصلي عشان ربنا يخليني أبطل الخطية بس؟ طب هو دوره إيه؟ ده اللي أنا عايز أعرفه. بص، ده يقودنا للفرق ما بين الصلاة بلجاجة وما بين تكرار الكلام. الأمم أو اللي ما يعرفوش المسيح بيكرروا الكلام لأن ما عندهمش ثقة في اللي بيسمعهم أو أنه هيسمعهم. لكن الصلاة بلجاجة كل ما قلبك يكون مولع، عارفة، مشتعل بالطلبة اللي أنت عايزاها، وكل ما بتوري ده لربنا، كل ما بتخش ربنا بتقولي له أنا بطلب ده، كل ما الله بيستجيب. احنا حاجة كتير بنخش نطلب طلبة ونخرج ولا وننسى بعد كده احنا طلبناها، لانه الاشتعال اللي جوه ده مش موجود، واخد بالك؟ ففكرة الصلاة مسؤولة. الصلاة مسؤولة ان انا النهاردة لو
لو يعني لو في حياتي خطيه ومش عارف انتصر عليها، انا محتاج اصلي بلجاجه وافضل اجيبها قدام ربنا، وبعدين محتاج ان انا اعمل حاجات كتير، يعني زي ما ميمي كانت قالت ان انا تكون لي علاقه بكلمه الله وان انا بصلي وبحطها قدام ربنا. لكن في نفس الوقت لو انا عارف ان انا لو بتفرج على التلفزيون في فيلم معين بيقودني ان انا اقع في خطيه معينه، طبعا اهرب، يعني اقف. لو عارف ان في صحبه معينه لما بقعد معاها بيخلوني مثلا اعمل حاجه مش كويسه، طب ما انا ما ربنا ساعات بيقول لي ما انا عمال اقول لك اهو ابعد عن ده وابعد عن ده وابعد عن ده، وانت مش هتسمع، انت بتقولي ما بتدينيش ليه قوه ان انا ابطل، ما انت اللي اوكي. فالمسؤوليه هنا بان انا لو فعلا لو جوايا رغبه حقيقيه في ان انا اتغير وان انا اسمو في علاقتي مع الله وادخل في شركه صلاه قويه مع الله، انا مسؤول ان انا الاقي الوقت، ومسؤول ان انا ابدي الله عن اي حاجه. يعني عارفه لما تكوني مخطوبه، لو انت حسيت ان خطيبك بيعاملك زي واحده من ألف، تقولي ايه ده، طب انا مش مميزه، يعني انا مش انت فكره ان انت مخطوبه ان ايه، ان انت فيري سبيشال، واحده مستعد يسيب الدنيا كلها. فلما الرب يقول لي انا خطبتكم لنفسي، او احنا الكنيسه عذراء عفيفه مخطوبه لرجلها، الله عايز يشوف نفس اللهفه والشوق جوايا لي زي ما هي جوايا ليا، واخد بالك؟ فهنا دي فكره المسؤوليه. وبعدين ان انا لما احط موضوع قدام ربنا اعمل، لازم اعمل زي حبقوخ، لازم اطلع على المرصد وانتظر الرب هيجاوب عليه ازاي. لكن احنا كتير بقى ايه، هنصلي عشان مصر وننسى، هنصلي عشان فلان مريض والموضوع يتنسي، ورب يقول انا عندي اجابات كتيره بس انت ما جيتش تاخد الاجابه. ويكون لي دور، يعني ده اللي انا بتكلم طبعا. يعني كل دور ان انا اخد قرار ابطل الخطيه دي، كل دور ان الاجتماع الفلاني محتاج فلوس ان انا ابتدي بان انا احط عشوري، يكون لي دور. يعني وهو ده تاثير قوه الصلاه، ان انت لما بتقعدي قدام الرب والرب يكلمك والرب يشاور لك على حاجات معينه في حياتك والرب يتعامل معاك، دي بقى فكره الكلام اللي كنا بنقوله ان احنا حاجات كتير بنصلي وما بنستناش نسمع ربنا. لان انت مثلا بتصلي بتقول رب انا بصلي عشان قناه الكرمة، او بصلي عشان القسيس هشام بيبني كنيسه عندهم في تمبل سيتي واجري، طب ما الرب يقول لك انت لو كنت قعدتي كنت هقول لك انت عارفه لو كلمتي فلان او عملتي كذا ممكن تعملي كذا. فاحنا احيانا كتير بنعطل كمان خطه الله اللي عايز يعملها في حياتنا، لان ما بديش لنفسي فرصه ان انا اقعد قدام الله واسمع. صحيح. طيب انا ابتديت الحلقه بان واحنا صغيرين اتعلمنا ان احنا نصلي، ولو بطلنا نصلي او نسينا نصلي بنحس بشعور بالذنب. ازاي انا اعلم ولادي ان هم يصلوا ويحبوا الصلاه ومن غير ما يكون عندهم شعور بالذنب، او اقول لهم يعني ابكتهم بقى لو ما صليتش ربنا زي ما حضرتك كنت بتقول ربنا هيزعل منك او هيعمل كذا وحش، يعني ازاي احببهم في فكره الصلاه او تكون حياتهم صلاه؟ هقول لك ده، يعني انا اشتغلت في مدرسه الاحد سنين عمري يعني، وبعدين كأسيس وكأب الولاد مش هيتعلموا حاجه بابا وماما ما بيعملوهاش، الكنيسه مش هتتعلم حاجه القسيس ما بيعملهاش، يا الدنيا بسيطه كده، هو الله حطها كده. عايز تخلي ولادك يحبوا يصلوا، خليهم يشوفوك بتصلي. الضرب عشان يصلوا مش هيخليهم يصلوا، هيخليهم يردوك يا رب بارك بابا وماما وامين، مش هي دي الصلاه. لكن تخيل كده عمرك حد مثلا يتصل بالتليفون وابنك يرد عليه يقول له سوري بابا مش قادر يرد على التليفون لان بابا بيصلي، يا سلام. احنا ما بتحصلش، احنا بابا مع بيكلم مع حد بتاع، لكن ليه؟ لان احنا ممكن نعلم العيال انه لو التليفون رن وصلاه تعالى طلعني، يعني او ان هو يشوفني حتى ان انا ساجده وبصلي او قاعده بصلي. فشيء مهم قوي لو انا عايز اعلم ولادي انهم يصلوا، لازم يشوفوني ان انا بحب الصلاه، ولازم اكون بشارك مع ولادي قد ايه ان انا صليت والرب عمل. تتصور يا اولاد الرب النهارده كان بيحصل كذا، ولما غمضت عينيا وصليت الرب عمل كذا. كنا ما نكون ايجابيين في تعليمنا عن الصلاه، وان احنا ولادنا يشوفونا ليه يا بابا بتنزل يوم الثلاث، ليه ماما بتنزل يوم الثلاث انت تعبانه، لا ده النهارده حلقه صلاه، ده النهارده لما بنيجي كلنا كجسد المسيح ونقعد كده نصلي مع بعض. انت بتزرع في الولاد دون ان يشعروا اهميه الصلاه، فلما بيعرف لما بتيجي ازمه على البيت، لما بيجي حد مريض ويبص يلاقوا بابا وماما على طول بيتصلوا ب 911 ولا بيتصلوا بفلان،
بس قبل ما بيعملوا ده بيعملوا ايه؟ بابا وماما بيصلوا عشان اخويا عي او اختي تعبت او في مشكله ماديه حاصله. الولاد اكبر زي السفنجه كده، اكتر حاجه بتابزورب بتشفط اللي احنا بنعمله قدامه. لكن لما يطلع الولد شايف ابوه ما بيصليش، وشايف امه ما بتصليش، وشايف وبعدين يجي صليت ولا لا قبل ما تنام، ولا بابا يسوع هي انت كده زي بس بنرضي ضمايرنا صلي قبل ما تنام. وساعات يعني تحس انك ايه مبسوطه ان ابنك بيصلي بس انا ما بصليش، بس علمته انه يصلي. الدنيا ما بتمشيش كده. طيب هو في سؤال جالي وبعدين لسه في كلام في الموضوع ده تاني، بيقول هل الصلاة بتغير رأي الله؟ يعني احنا كلمنا في بتغير مشيئة الله، يعني كل ما طول لما بيطلب الطلب كتير او بيصلي كتير عشان حاجة معينة رأي الله بيتغير ولا بيفضل ثابت وانا اللي بتغير؟ يعني احنا جاوبنا الإجابة دي بس معلش بس نقولها تاني. إرادة الله ان الجميع يخلصون، لكن مش كل الناس هتخلص، واخد بالك؟ فإرادة الله حاجة واللي بيحصل لان الله مدينا حر. يعني الله بيجي يقول لك ايه، ها انا قد وضعت امامك طريقين، يعني طريق للموت وطريق للحياه، فاختر الحياه لتحيا، لكن لو انت اخترت الموت انت حر. يعني والا يبقى الانسان مصير. يعني لو الله بيقول لك كلنا لازم نمشي في الشارع ده يبقى ربنا بيصيرنا، لكن ربنا بيقول لك بص انا وضعت قدامك طريقين، واحد للموت واحد للحياه، انا اشير عليك، يجي في سفر الرؤيا يقول كده اشير عليك ان تشتري مني. طب لو انت قررتي ما تشتريش انت حر، انت مسؤوله على اختيارك. اوكي، فانا النهارده لو انا بطلب شيء حسب مشيئته بيسمع لنا. يعني لو انا مثلا هقول لحضرتك حاجه، مشيئه الله ان الجميع يخلصون، فلو انا بصلي ان اخواتي في الدوله اللي انا جاي منها يخلصوا ويعرفوا ربنا يبقى انا بصلي حسب مشيئه ربنا. لو انا بقى اخواتي دول قرفني وتعبني ومكفرين عيشتي وبصلي بقول له يا رب اعمل فيهم كذا وقعدت ألح من هنا لبكرة، مش هيستجيب طبعا. ما أنا بصلي عكس مشيئته. أوكي. عشان كده الفكرة اللي برضو اللي قالتها ميمي وكانت رائعة وكويس أنها نبهتنا ليها، إن أنا عشان أقدر أصلي حسب مشيئة الرب لازم أكون بعرف الرب، ولازم يكون لي علاقة بكلمة ربنا، ولازم يكون لي علاقة بالكتاب المقدس وعارف ربنا بيحب إيه. أنا هفهم ربنا من كلمته، واخد بالك؟ فكويس، فأنا لما بعرف مشيئة الله. يعني أنا أقول لك حاجة، كم مرة كنا نتفرج على أفلام عربي ويخش الحرامي يسرق وهو عمال يقول يا رب استر يا رب استر يا رب استر. يا عم ما انت داخل تسرق بس ربنا بيستر، حاجه غريبه. ده في الفيلم في الافلام. يعني اللي انا عايز اقوله ان احنا احيانا كتير بنصلي صلوات خاطئه، وحتى في الايمان احنا احيانا كتير بنصلي صلوات خاطئه، بس الرب من نعمته بيغير. يعني انت احنا كنت بكلمك على بطرس لما وقع وقال له يا رب نجني، طب مره ثانيه بطرس قال له اخرج يا رب من سفينتي. بس الحمد لله ربنا ما بيسمعش، ربنا يعني أيوة بيعدل الصلوات. الحاجة التانية برضو اللي أنا عايز أطمن بيها المشاهدين بتوعنا، إنه عمل الروح القدس بياخد صلواتنا الملخبطة ويعيد صياغتها قدام الآب، وده حاجة بتريحنا. عشان كده أنا لما بخش أتكلم مع ربنا ما بقعدش أنمق في الكلام، أنا بقول لربنا كل احتياجي وبعتمد تماما على الروح القدس اللي بياخد صلاتي وبيرفعها. عشان كده احنا يعني في العادي لما بنيجي نعلم في دروس عن مدارس الصلاة وكده ونقول إن الصلاة لابد أنها ترفع للآب في اسم الابن بشفاعة الروح القدس، وفي ناس تقول لك أنتوا يعني حنبليين والله بيقبل كل طبعا الله بيقبل، لأنه في النهاية الله بيقبل أنات القلب، الله بيشوف القلب. لكن أنا ببقى معتمد في صلاتي ان انا بقدمها في اسم المسيح، فانا مش رايح لوحدي، ده انا رايح معايا اسم ده بيفتح اي باب مغلق، اي باب سجن، اي باب مرض، اي حاجه صعبه في الدنيا معايا الاسم اللي يفتحها، معايا كارت اسمه كده يسوع، طالما حطيت الكارت ده بتضمن. بس عشان الكارت ده يشتغل لازم اكون انا ماشي حسب مشيئه الشخص ده، وما ينفعش ابقى انا. يعني هقول لحضرتك حاجه ويمكن اتمنى ان احنا نعمل عنها حلقه خاصه، ولان دي اكتر مشكله انا بشوفها في الكنائس الانجيليه بالذات، انا ما اقدرش احكم على كنائس تانيه، هي مشكله عدم الغفران، مشكله ان احنا ما بنسامحش بعض، وبالرغم ان احنا بنقول الصلاه الربانيه يوميا في صلواتنا وبنقول الصلاه الربانيه في كنائسنا وفي اجتماعاتنا وما بنعرفش نختم الاجتماع غير لو الصلاه الربانيه اتقالت، وفي كل مره بنقول له يا رب واغفر لنا كما نغفر نحن، وربنا يبص في عينينا وقول انت ازاي عندك البجاحه دي انك بتقول لي اغفر لك اما انت لسه قبل ما تخش الاجتماع رافض تسامح اخوك. يا
يعني دي محتاجة حلقة كاملة ان احنا نتكلم عن الغفران، لانه صعب صعب انك تغفري الواحد جرحك، لكن في نفس الوقت دي بالذات دي محك غير عادي في الصلاة. الشخص الذي لا يستطيع ان يغفر للآخرين صعب قوي انك تاخد غفران الله، بالرغم ان غفران الله في المسيح، لكن الله الله رجع. يعني لما تقري في متى 6 يرجع يقول لانه ان غفرتم للناس، الايه الوحيده اللي ربنا كررها مره ثانيه هي ايه الغفران، لان احنا عايزين ربنا يغفر لنا بس احنا مش عايزين نغفر، مش عايزين نغفر. فلما يكون انت من جواكي غضب، ما عدم الغفران ده ايه؟ ما احنا مش هنحس كمان بالغفران الا لو احنا غفرنا. ايوه، لكن انت بيبقى جواكي غضب، فدخلت تصلي وانت غضبانه، اما انت غضبانه على اخوك او غضبانه على اختك. انا اتمنى ان احنا يعني اذا يعني كرمتيني ودعيتيني مره ثانيه نتكلم عن الموضوع ده. في مواضيع كتير لسه هنتكلم فيها اكيد. في معانا تليفون مجدي من كاليفورنيا. الو، ايوه مجدي من كاليفورنيا. عايزين ربنا يغفر لنا بس احنا مش عارفين. الو اهلا بحضرتك، لو سمحت ممكن تبعد عن التلفزيون او توطي التلفزيون. ايوه اتفضل حضرتك، اتفضل اهلا بيك. الو، ايوه اتفضل حضرتك. حضرتك انا عندي مشكله، كان مشكله الغضب ومش بعرف اتحكم في اعصابي، وطبعا بصلي كتير لاجل المشكله دي. فقريت كتاب، يعني قريت حاجات ان ممكن تكون المشكله اللي بتعاني منها نتيجه انت تعرضت لاشياء مؤذيه في حياتك في فترات الطفوله، ومش قادر اغفر لان الحاجات دي اثرت على حياتي واثرت على سلوكي، واصبح زي ما يكون عندي طبع ان عدم التحكم في مشاعري او في اعصابي. فبصلي كتير قدام الرب وببكي كتير، وفي كل مرة بفشل. قال لي موقف أو قال لي أي حاجة تخليني أخرج عن شعوري أو أعمل شيء غلط أنا مش مقتنع بيه، وبلقى نفسي أوتوماتيك أو بتلقائي أغلط. وصلت لحضرتك؟ أيوه سامعاك، اتفضل. بس ما أعرفش، ببقى عندي إحباط، فبلقى نفسي في كل مرة أنا بصلي زي ما انا، رغم ان انا داخل بصلي للرب وعايز اتغير وعايز اعمل حاجه واقرا الكتاب واسمع شرايط، ولكن محبط من يعني مش قادر اوصل ادخل في علاقه صحيحه مع الرب. ده علشان المشكله اللي عندك ومش قادر تغفر للي كان السبب وانت صغير؟ يعني انا مش قادر. في طبعا موضوع الغفران زي ما بيبقى ليه جذور مش خطا، ممكن تكون الشخص ده اذاك او موقف عارض، لا ممكن يكون كان اذى فتره طويله وترك اثاره في حياتي كشخص، وخلي سلوكي سلوك مش كويس، وادركت ان ممكن تكون الموضوع عدم غفران. بس ما زلت مش قادر اتحكم في اعصابي، ونفسي اغير من يعني نفسي الرب يستجيب لي في امري. طيب امين، احنا شكرا ليك، واحنا نرد عليك دلوقتي، بس هيبقى في حلقه كمان عن الغفران في الحلقات اللي جايه، فتابعنا. شكرا ليك، شكرا، ربنا معاك. هو حضرتك انا ممكن بس اقوله بسرعه، يعني صوت ما كانش واضح قوي اصلي. كلنا يعني ابليس بيحاول يربط كل واحد فينا في خيه عشان دايما يشعرنا بالفشل. يعني شوف حيك زي ما حيك الاخ اللي صلى وانا بقى لي 7 سنين مش قادر اخلص من الخطيه دي، وحيك بتقول انا مش قادر اطلع من الموضوع ده برغم اني صليت كتير. ده بيورينا استراتيجيه العدو، استراتيجيه ابليس انه يسجن كل واحد فينا في خطيه معينه اللي بيقدر فيها يخش لنا ويذلنا، ان احنا اهو الله ما بيسمعش، الله مش عايز يغير، الله ما بيعملش. بص انا عايزك النهارده تصدق ان انت خليقه جديده في المسيح. لازم اذا انت قبلت المسيح مخلص شخصي في حياتك، انا عايزك النهارده لما تيجي تصلي بالليل او ما تخش دلوقتي تصلي، قول يا رب انا بشكرك ان انا خليقه جديده، انه مجدي بتاع زمان، مجدي اللي اتعور زمان، مجدي اللي اتجرح زمان، مجدي اللي اتهان زمان، مجدي اللي حد ابيوزهم في الماضي، مجدي ده انتهى، مجدي النهارده خليقه جديده في المسيح. فانا يا رب عايز اعيش مفهوم الخليقه الجديده دي، انا عايز اعيش معاك كخليقه جديده. ولما يجي ابليس يشدك للماضي يقول له ده كان ماضي،
ما هو ده صراع. اصل هو ابليس بيعمل ايه؟ ابليس بيجي في فكره، في فكره صغيره، ابليس بيجي عارف ايه نقطه الضعف اللي عندك وبينرفزك، فبيحط قدامك الحاجه اللي تخلي العتيق يطلع تاني، يقول لك شوف اهو انت صليت كتير يا ابني استسلم، اشرب بقى سجارتين علشان السجاير هتهديك، لكن ربنا ما انت صليت لربنا ما عملش. لازم نفهم الكتاب بيقول لا نجهل افكاره، ابليس كذاب، كذاب وبيكذب وعايز يشدك وبيشدني وعايز يشد كل واحد فينا لتحت. انا هبنتصر على ابليس ازاي؟ بقول له ابليس انت كذاب، لا انا مش هتنرفز، انت عايزني اتنرفز؟ انا مش هتنرفز. ليه؟ لان هشام مات، هشام القديم مات، انا النهارده خليقه جديده في المسيح، انا النهارده خليقه جديده في المسيح. انا يمكن حكيت الحكايه دي قبل كده، اسمح لي ان انا احكي تاني، مع ان انا ما بحبش احكي حاجه عن نفسي، بس انا يعني في شخص من الاشخاص لسنين طويله كان بيتعمد الاساءه ليا، كان بيتعمد بكل ما اوتي من حكمه انه 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 يهينك، وانت ساعات تقول معلش انا الكبير، انا القسيس، انا اكبر، انا كذا. وجيت في مره من المرات، يعني عمل حاجه كبيره قوي، يعني جرحتني جدا جدا جدا، لدرجه اني فكرت لوهله ان انا انتقم، ان انا اقول بقى بصي بقى جه الوقت ان انا اعرف امل حجمك قد ايه بقى، يعني انا سايبك بقى لي. وروحت انام وطول الليل ربنا بيقول لي كام مره وعظت عن الغفران، كام مره وعظت عن التسامح، كام مره وعظت على ان مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ازاي بتفكر انك تنتقم؟ ازاي بتفكر يبقى انت كل اللي بتعمله ده كان اي كلام؟ وصدقني يا مجدي انا صحيت الصبحيه رحت جبت شريطه سودا وجبت صوره ليا في المكتب، صوره كبيره ليا في المكتب، وقمت معلق عليها الصوره الشاره السوداء دي، عارف اللي احنا بنعملها لما يكون في ذكرى الأربعين ولا مش عارف ايه، عشان كل ما ادخل مكتبي الصبحيه في الكنيسه افكر نفسي ان انا مع المسيح صلبت وان انا مش من حقي انتقم لنفسي، والجروح اللي كانت جوايا حطيتها قدام الرب. بص الرب هو يقول عنه كتاب في اشعياء 53 مجروح لاجل معاصينا، هو حمل كل جروحك، هو شاف كل جروحك، شاف كل اللي اذوك، شاف كل اللي تعبوك، شاف كل اللي اهانوك، هو عارف. تعالى النهاردة حط جروحك فيه، ما هو انت هتفضل تتنرفز طول ما انت مش مشفي، طول ما انت ما عندكش شفاء. عشان كده انا كويس ان البرامج دي اللي بتعملها امل، الشفاء الداخلي ده امر مهم جدا. ما تقدرش تعيش صلاة بحرية، وما تقدرش تخدم ربنا بحرية، وما تقدرش طول ما انت من جوه مش مشفي. في ناس كتيرة مجروحة من جوه وبتطلع الجروح دي في حاجات كتير. الرب النهاردة بيقول لك لا، انا عايزك تتشفي من جوه. اهم حاجة تعملها انك تحط جروحك في جرح المسيح في الصليب، والرب يشفي جروحك. ولما تشفي جروحك هتضحك على آلام الماضي، هتضحك على الآلام دي، تقول إن آلام العالم لا تقاس بالمجد اللي أنا هقدر أروحه في السماوات. بس مش هتقدر تعمل كده، ومش هتقدر تختبر ده، والرب مش هيقدر يغير فيك حتة الغضب السريع طول ما أنت مجروح. ليه؟ لأن أنت جروحك اللي من جوه بتخلي أي حد يقرب منك بيفكرك بكل الجروح اللي جواك، فعلى طول بيطلع نوع من الحماية، فبتحمي نفسك بايه؟ بالزعيق وبالغضب وبالنرفزه، لانك ما انتش عايز تتجرح تاني. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اتشفي، فالجرح ده يبقى مجرد سكار كده، مهما عملت ما بيقلمكش، لان الرب شفاك، فبالتالي ابليس ما يقدرش ينرفزك. احنا هنصلي معاك ان ربنا يشفي جروحك. أمين. بس انا عايزك تيجي النهارده تقول يا رب انا بجيلك بجروحي وعارف ان شفائي فيك، حتى لو كان اللي جرحوك اقرب الناس اليك. في مره سالوا الرب يسوع، ما سألوه قالوا ما هذه الجروح التي في يديك؟ قال هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. أصعب جرح بيبقى الجروح اللي بتيجي من أقرب الناس، أصدقاء أو عيلة. بس حتى الجروح دي النهاردة تقدر تنام وانت مرتاح لما تحط الجروح دي في المسيح. أمين. هو كمان أوقات احنا بنصدق يعني إبليس، أو بنصدق أفكاره الشريرة، في إن اللي عندنا ده مرض احنا مش هنقدر إن احنا نشفى منه، لازم ربنا، واحنا ملناش أي دور. بس برضو أنا شايفة إن هو عليه دور، لازم يعمله، لازم يتشفي، لازم يروح بجروحه يحطها عند المسيح والرب يشفيه. ولما يشفيك مهما الدنيا تتنرفز قدامك هتلاقي نفسك بتبتسم للرب، مديك سلام يفوق كل عقل. طيب في سؤال، واحدة بتقول إن باباها كان قاسي عليها جدا، وبتصلي ربنا بس مش قادرة تقبل بأنه هو أب، بتصلي له على أنه هو أم، عشان مش قادرة تتخيل الله في دور الأب القاسي جدا اللي كان يعني الأب الدنيوي يعني. فده صح ولا غلط ولا إيه؟ لا، هو طبعا يعني هو الكتاب المقدس
دايما بتكلم على الله كأب، يعني أبانا، احنا حتى في الصلاة ربنا بنقول أبانا. اتكلم مرة واحدة بس عن الله كأم، ما عرفش تفتكروها ولا، لما قال كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم يقول الرب. المرة الوحيدة ربنا وصف نفسه بأنه زي الأم لما قال كإنسان تعزيه أمه، لأنه لو تفتكروا حضراتكم لما كنا صغيرين لما الواحد يعيط تبقى مثلا أمه هي اللي تشاب الألم، ولما يعيط ما يلاقيش غير صدر أمه يروح يترمي فيه. هي دي الأم، هي دي الأم، هي ده حنان الأم. نسيت الأم رضاها أنا لا أنساك، أنا لا أنساك. لكن أقولك يعني لما يعني قال كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم، يعني حط نفسه في نفس الكاتيجوري. لكن بصي اشكري ربنا ان هو اب سماوي يقدر يعوضك عن الاب الارضي اللي فشل انه يوريكي صوره المسيح الحقيقيه. انا بعتذر لك عن وبعتذر لكل طفل ابوه ما عرفش يوري له محبه المسيح، لان الله لما خلقنا كابهات كان مدينا وصيه ان احنا ولادنا يشوفوا المسيح فينا، وولادنا يتعلموا كلمات المسيح مننا، وولادنا يتعلموا محبة المسيح فينا. أنا بعتذر لك إن باباكي كان قاسي، لكن أنا بقولك النهاردة تعالي نغفر له، وتعالي شكري ربنا النهاردة إن هو إله التعويضات. إذا كان الله سمح إن باباكي يكون قاسي، لكن الله النهاردة هو الأب الحنين اللي حبك لدرجة إنه خلى ابنه يسوع المسيح يموت على الصليب من أجلك، وحبك وهو الوحيد اللي يقدر يشفي جروحك. يعني يمكن مرة تانية أمل ربنا لازم نتكلم عن شفاء الجروح والغفران، لأنه احنا أغلبنا اتجرح من مدرسين، أغلبنا اتجرح من أباء، من أمهات، من إخوات أكبر، جروح كتيرة حصلت في حياتنا بتأثر، وللأسف احنا بنقيس الله بمقاييسنا البشرية على اللي اتعمل فينا، بس الله أكبر وأعظم، والله أحن، الله بيبكي لما بيشوفك بتبكي، يسوع بيتألم لما بيشوفك بتتألمي، الله بيرثي لألامك، الله حزين على اللي انت اكتسي فيه، لكن في نفس الوقت الله فاتح أحضانه ليكي ومستعد النهاردة أنه يمسح دموعك، ومستعد النهاردة أنه يوريكي إزاي هو أب حنين وأب صالح بيحبك لدرجة أن المسيح مات من أجلك. فتعالي النهاردة ارمي جروحك عنده، وتعالي خشي مخدعك وقفلي بابك وابكي، صرخي، عيطي، ارفعي صوتك وقولي أب أنا مش عارفة أحبك كأب لأن أنت سمحت أن أبويا يكون كده، وسيبي الله يداوي جروحك، وهتكتشفي أنه إن إذا كان الأب كان قاسي لكن ليكي أب حنين. ده درجة حتى لو الأب كان حنين، حتى لو الأب كان كويس، عارفين في العهد القديم لما يقول أن أبي وأمي قد تركاني لكن الرب بيضمني بياخدني في حضنه، بيمسح دموعي، بيحس بألامي، وهو ده الأب الحنين اللي ربنا بيعوضك بيه. طيب هو باقي 3 دقايق يعني للحديث، بقية ده أكيد لازم يكون في حلقة تانية، بس أنا حابة أن احنا تختم بصلاة من أجل الناس. أنا ممكن أفكر حضرتك بيهم، ابن الرب اللي عنده خطية، والأب اللي ابنه مريض وبيتألم ألم فظيع، والأخت نعناع والأخت نعمة، والصلاة من أجل مصر، ومن أجل الأخ مجدي اللي عنده برضو يعني خطية في حياته أو في حاجة مش قادر يبطلها. أمين. بس أنا عايز المجموعة دي تصلي معايا وصدق أن الله النهاردة هيعمل تغيير. أمين. يعني هي دي القضية كلها في التصديق. الإيمان هو الثقة، أنك تصدق أن الرب النهاردة هيديك نصرة على الخطية، هيديك نصرة، هيشفي جروحك، انه النهاردة الاختين اللي بنصلي لهم في مصر الرب يقدر يعمل كل حاجة لو انا وانت صدقنا. وانا مش بس انا بصلي معاك وامل، انا عارف ان كل اللي معانا في قناة الكارما بيصلوا، والمؤمنين اللي بيسمعونا كلنا بنتحد لان احنا بنثق ان الله بيسمع الصلاة. فخلونا نصلي ونصدق ان الله صالح. يا رب بنشكرك لانه ملناش غيرك يا رب، احنا ولادك وشعبك وغنم مرعاك. يا رب بنشكرك لانك انت اديتنا اعظم امتياز في الدنيا. مين انا يا رب عشان اقدر اكلم ملك الملوك ورب الارباب؟ مين انا عشان اقدر اكلم الاله العظيم القادر على كل شيء؟ بشكرك يا رب من أجل نعمتك، بشكرك يا رب من أجل صلاحك، بشكرك يا رب من أجل رحمتك، بشكرك يا رب من أجل أمانتك برغم عدم أمانتي، برغم يا رب عدم استحقاقي، لكن يا رب أنت أمين. يا رب أنا النهاردة بجيلك بأخوي يا رب اللي واقع في خطية بقاله سنين،
يا رب انت قهرت الموت، ويا رب انت اللي قلت ان دم المسيح بيطهر من كل خطية، وانت يا رب اللي حسمت المعركة وهزمت إبليس. فأنا بصلي يا رب انك تدي عبدك النهاردة نصرة، نصرة على إبليس. اديله النهاردة يا رب انه يقف قدام الخطية ويعمل زي ما يوسف عمل وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. اديله يا رب القوة والقدرة والنصرة بروحك القدوس، وأنا واثق يا رب أنك هتديله نصرة. يا رب بصلي عشان أخونا مجدي يا رب اللي بيشعر بنرفزة دايما، وكل واحد فينا بيفقد أعصابه. يا رب تعالى النهاردة اشفي كل جرح يا رب، إن كان هو أو أخت يا رب اللي كانت زعلانة من باباها. يا رب العالم وضع في الشرير، وانت قلت كده يا رب ان العالم وضع في الشرير، والعالم يا رب قدم لنا نماذج صعبة تعبتنا وجرحتنا، لكن بنشكرك يا رب لانه في المسيح لينا اعظم مثل في الحب، واعظم مثل في التضحية، واعظم مثل في الفداء. يا رب انا بصلي انك تشفي جروحهم، بصلي يا رب النهاردة إنه كل جرح جواهم يا رب يتحط مع جروح الصليب، وتطلقهم النهاردة أحرار. أعطيهم يا رب النهاردة حرية، اديهم يا رب النهاردة شفاء غير عادي يا رب في كل إساءة لم تغتفر، وكل جرح جوه القلب يا رب حتى لو كان بقاله سنين. إيماننا فيك أنت يا معين إنك تقدر تشفي يا رب، زي ما الترنيمة بتقول تحرر نعم تشفي، نعم نعم اشفي يا رب كل جرح. مين يشفي جرح القلب غيرك؟ مين يشفي كسر القلب غيرك؟ يا رب احنا جايين لك بيهم النهاردة، وبنصلي يا رب انك تشفيهم يا رب. وان كنا بنصلي من اجل شفاء في الجروح، انا برفع يا رب عبدك اللي ابنه مريض يا رب، وبنقول لك هو ذا الذي تحبه مريض يا رب. بنقول لك النهاردة ارسل كلمتك، قل كلمة فيبرأ الغلام. اديله يا رب النهارده انه ينام نوم هادي، اديله يا رب النهارده انه ينام ليله من غير الام، اديله يا رب كاب وللابن يا رب النهارده انهم يختبروا قد ايه انك صالح. ادينا يا رب ان عينينا في وسط الدموع والاحزان تشوفك يا رب، تشوفك يا رب وانت جاي في الهزيع الرابع، وتشرق الشمس والشفاء في اجنحتها. يا رب جايين لك زي المراه نازفه الدم اللي قالت لو لمست هود بثوبه، واحنا يا رب جايين النهارده بنشترك مع الاب وبنلمس هود بثوبك، وبنثق يا رب في قوه تخرج منك وتشفي. يا رب بنصلي عشان الاختين بتوع مصر يا رب، انت عارفهم يا رب، انت قادر انك تلمسهم. احنا ما نعرفش مشكلتهم ايه، لكن زي ما بنت الرب طلبت مننا بنصلي يا رب من اجل الاختين دول، انك يا رب تباركهم، انك تحميهم، انك تحفظهم، انك يا رب تسيج حواليهم، انك تعطيهم يا رب نصرة، انك يا رب في وسط اللي هم بيكتازوا فيه يروا الرابع الشبيه بابن الآلهة وهو ماشي معاهم. يا رب فرحنا باختبارات مجيدة بانك انت يا رب الله هو امس واليوم والى الابد. يا رب حياتنا كلها بين ايديك، مصر يا رب بين ايديك، العالم العربي بين ايديك، الكرمة بين ايديك، كنايسنا بين ايديك يا رب، كلنا بين ايديك يا رب، شعبك يترجاك. علمنا نعيش في رضاك يا رب، ادينا الأيام اللي باقية من عمرنا تكون أيام بتمجدك أنت يا رب وبترفعك أنت، وأيام يا رب حسب رضاك. اغفر لنا يا رب خطايانا، سامحنا يا رب على كل خطية، على كل عدم غفران، على كل شهوة غير مقدسة في حياتنا، على كل روح غضب، على كل شيء في حياتنا لا يرضيك. اغفر لنا يا رب خطايانا، طهرنا بالزوفة فنطر، اغسلنا فنبيض أكثر من الثلج. وليك يا رب في المسيح كل إكرام وحمد. أمين. 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 شكرا جدا، وأنا استمتعت بالحلقة دي معاك، ولينا بقية برضو في الصلاة وإن شاء الله نكملها. ربنا يباركك ويبارك حياتك وخدمتك، ومن مجد المجد، وربنا يجعلك سبب بركة الكثيرين. أنا بشكرك أسيسي شيم جدا. أعزائي المشاهدين، ربنا يجعل أن احنا يكون عندنا نعمة في الصلاة، ان احنا نشوف ربنا من خلال صلاتنا، ان احنا يكون في علاقه حميمه بيننا وبين الله من خلال الصلاه. ربنا يدينا نعمه ان احنا نقدر نعمل ده، ان احنا نقدر نتغلب على ابليس بالصلاه. اعزائي المشاهدين، بفكركم لو عندك مشكله اسريه، مشكله نفسيه، في الايميل هتلاقيه قدامك.
from live at الكارما tv.com. إلى اللقاء وحلقة جديدة ومن الحياة. شكرا.